مرحبا بكم مشاهدي الكرام في هذه التغطية الحية والمباشرة التي تأمنها التلفزيون التونسية على قناتها الوطنية الأولى مباشرة من قصر الرياضة بالمنزوي. تنطلق بعد قليل بعد تقريبا 30 دقيقة فعاليات افتتاح المؤتمر 23 للاتحاد العام التونسي للشغل. إذن هو مؤتمر عادي في دوريته بعد 5 سنوات من آخر مؤتمر انعقد في تبرقة وهو المؤتمر 22، لكن باش يكون استثنائي في المحتوى نتاعو، خاصة أنه يراهن هالمؤتمر على عملية مراجعة للقانون الأساسي والنظام الداخلي للاتحاد العام التونسي للشغل اللي ما تمتش مراجعته منذ مؤتمر جربة 2002. إذن في هذه التغطية الحية والمباشرة باش يتوافدوا علينا أهم ضيوف هذا اليوم الافتتاحي للمؤتمر 23 للاتحاد العام التونسي للشغل. باش يكونوا فما ضيوف عرب، ضيوف من منظمات ونقابات دولية، باش يكونوا فما أيضا ضيوف تونس وهما أهم القيادات والزعامات اللي تتالت على الأمانة العامة وعلى رئاسة الاتحاد العام التونسي للشغل عبر السنوات. باش يكون معنا بعد قليل إن شاء الله أيضا سفير فلسطين اللي هو ضيف باش يلقي كلمة في اليوم الافتتاحي، باش يكون معايا في البلاتو من أجل تغطية هذا اليوم الافتتاحي السيد خالد عبيد المؤرخ الجامعي المختص في التاريخ المعاصر. إذا نبدأ من البداية خالد، مؤتمر عادي في دوريته لكنه استثنائي في المحتوى نتاعو، نعطيه فكرة للسادة المشاهدين على هذه الدورية العادية وعلى هذا الاستثناء في مستوى المحتوى. صباح الخير ليك ولكل مشاهدي ومشاهدات الوطنية واحد سواء في تونس أو خارج تونس. فعلا هو أن وقت ينعقد مؤتمر الاتحاد العام التونسي شغل اليوم، هذا المؤتمر 23، هو دليل على شيء أساسي يتمثل في أنه الاتحاد العام التونسي للشغل اللي تأسس عام 1946 إلى حد الآن هو أو هي منظمة راسخة موجودة، أصبحت جزءا، وهي مش أصبحت، هي فعلا جزءا لا يتجزأ من الكيان التونسي الحديث والمعاصر، وهي تمثل الرقم الصعب في تاريخ تونس وفي الحياة السياسية والاجتماعية لتونس، وهي مكون أساسي من تاريخ تونس أيضا المعاصر. هي أكثر من مكون أساسي، بل هي المكون أساسي وأحد المكونات الأساسية والشريك الأساسي في هذا التاريخ وفي نحت معالم الدولة التونسية الحديثة والكيان التونسي الحديث. والأهم من كل هذا أن وقت ينعقد المؤتمر اليوم، هذا دليل أساسي على أن الاتحاد مهما يقال عنه ومهما هو يقول على نفسه ومهما قواعده ماذا تريد منه وما لا تريد منه، هذا دليل على أن الاتحاد بقي وصمد رغم كل الهزات، رغم كل الارتجاجات اللي حثته، ورغم كل التجاذبات الموجودة من قبل وربما حتى الآن، لكن يبقى الاتحاد دائما موجود لأنه يشكل الرقم الأساسي في المعادلة تاع تونس اليوم. وهذه فرصة خالد باش نذكروا السادة المشاهدين بالدور الريادي الكبير اللي لعبوا الاتحاد العام التونسي للشغل في فترة مقاومة الاستعمار، وإحنا نعرفوا اللي أهم قيادات الحزب الحر الدستوري كانت أيضا هي أهم قيادات الاتحاد. نذكروا بالزعيم المناضل فرحات حشيد اللي تم اغتياله سنة 52 لأنه قاد الحركة الوطنية وتزعم أصعب فترة من فترات مقاومة الشعب التونسي للمستعمر الفرنسي، وانتهت هذه المقاومة الشرسة باغتياله سنة 52 كما يعرفوا التوانسة الكل. نذكروا أيضا بالزعامات الأخرى، سي مصطفى الفيلالي، سي عبد المن فرحات اللي بعد تولوا مناصب وزارية في أول حكومة تونسية، ثم من بعد ذلك تتالت الأحداث التاريخية، لكن تاريخيا قاعدة زعامات وقيادات الاتحاد العام التونسي والشغل هي أهم القيادات في تونس الجمهورية. هو فعلا الاتحاد العام التونسي للشغل قلنا احنا انه احد المكونات الأساسية لهذا الكيان التونسي، وهو ما في كل كيان او في كل عائلة نلقاو اخوة اشقاء، هو الشقيق الأكبر للعائلة الوطنية أو للحركة الوطنية أو للحزب الدستور الوطني أو الحزب الحر الدستوري، من رحيمه ومن خلاله ظهر ونشأ الاتحاد العام التونسي للشغل. قبل في الأربعينات وقت كون الاتحاد وفي الخمسينات ما كانتش مطروحة الاتحاد مستقل ولا مش مستقل ولا الاتحاد تكون خارج الحزب، لا ما كانش، لأن كان هناك رهان أكبر من كل ذلك، هو ضرورة طرد بالاستقلال الوطني وضرورة طرد الاستعمار الفرنسي والأجنبي من تونس. ولهذا السبب
لقينا أن قيادة الاتحاد يد في اليد مع القيادة الوطنية من أجل تحقيق هذا الهدف. وأحسن ما يمثل ويجسد ذلك هو دم الشهيد الزعيم فرحات حشات اللي أعطاه مهر لتونس، وإن شاء الله نكونوا قادرين باش نحافظوا على هذا الدم. وكلنا كبرنا على كلمة الزعيم فرحات حشات، أحبك يا شعب. كلنا الشباب التونسي من السنوات الأولى للاستقلال وحتى لليوم مازلنا كلنا نتذكر الجملة الشهيرة هذه، تذكر في أهم المناسبات والتظاهرات التونسية وتعبر على الروح المقاومة التونسية اللي خرجت المستعمر واللي مازلت اليوم الروح الشبابية اللي تبني في تونس الجمهورية الثانية. وذكروا بأنه الاتحاد العام التونسي للشغل كان دائما الحاضنة، حاضنة كل ما هو مجهود وطني ومجهود مقاومة ومجهود بناء وتأسيس، وهذا يحسب له طيلة هال 71 سنة، بما أنه السنة اللي فاتت انطلقت الاحتفالات بسبعينية الاتحاد العام التونسي للشغل، واليوم عنده 71 سنة الاتحاد العام التونسي للشغل ينشط ويتحرك ويبني البلاد كل فترة تاريخية مع مميزاتها ومع أهم الخصوصيات اللي تتميز بها. نذكر زاد أيضا أنه بعد أحداث 14 جانفي حتى حد ما ينسى أنه أهم زوز مظاهرات تموا في تونس، مظاهرة 12 جانفي 2011 في صفاقس، ومظاهرة 14 جانفي اللي بفضلها هي غادر الرئيس الأسبق البلاد، وبالتالي حدثت يعني الطفرة المهمة للثورة التونسية. لكلهم قادهم الاتحاد ومعها عمادة المحامين والمحامين، لكن الدور الريادي كان للمكاتب والنقابات الجهوية للاتحاد في الجهات وخاصة في صفاقس وفي تونس. إذا باش نكون عندنا أكثر تفاصيل إن شاء الله على الدور التاريخي للاتحاد العام التونسي للشغل سواء ما قبل الثورة أو ما بعدها، وخاصة مع خصوصية كل مرحلة، باش يكونوا معنا كما قلنا منذ قليل مشاهدينا الكرام ضيوفنا اللي باش يتداولوا على هذا البلاتو الحي والمباشر اللي يتواكب من خلاله التلفزة التونسية فعاليات افتتاح المؤتمر 23 للاتحاد العام التونسي للشغل. نحب نذكركم اللي اليوم بعد الافتتاح اللي باش ينتهي قرابة الساعة 1:30 أو 1، باش يتحولوا المؤتمرين اللي هم عددهم 550 مؤتمر ينتميون للاتحاد العام التونسي للشغل باش ينطلقوا الى احد نزل العاصمه باش يدخلوا في الجلسات المغلقه وتتم فعاليات المؤتمر العاديه وتتواصل حتى يوم 25 من هذا الشهر. اذا ننطلقوا معكم مشاهدينا الكرام باش نتفرجوا في هذا الريبورتاج اللي باش يصور لنا في بعض الدقائق اهم المؤتمرات اللي صارت في الاتحاد العام التونسي للشغل، ثم نعود مباشره الى البلاتو. تفضلوا. في مسيرة نضالية تواصلت على امتداد 71 سنة، نظم الاتحاد العام التونسي للشغل 22 مؤتمرا وطنيا، بعد أن كانت الانطلاقة بانعقاد المؤتمر التأسيسي للاتحاد زمن الاستعمار بالمدرسة الخلدونية يوم 20 جانفي من سنة 1946. وفي مؤتمر ميلاد الاتحاد العام التونسي للشغل الذي انتهى بانتخاب زعيم فرحات حشاد كاتبا عاما للمنظمة الشغيلة والشيخ محمد الفاضل بن عاشور رئيسا لها، تولى زعيم فرحات حشاد خلال فترة المقاومة قيادة الحركة الوطنية، ما كلفه الاستشهاد إثر اغتياله من طرف عصابة اليد الحمراء الاستعمارية في 5 ديسمبر من سنة 1952. اغتيال تداول على إثره قيادة الاتحاد الكاتب العام المساعد محمود المسعدية ثم محمد كريم، لينعقد بعد سنتين من الاغتيال وتحديدا في جويليا من سنة 1954 مؤتمر وطني آخر يسفر عن انتخاب أحمد بن صالح أمينا عاما للمنظمة الشغيلة. وبعد الاستقلال مباشرة تدخلت السلطة في الشأن النقابي، حيث تم إبعاد الأمين العام أحمد بن صالح عن الاتحاد في مرحلة أولى، ثم قامت أيضا بإبعاد لحبيب عاشور سنة 1965 عن الاتحاد العام التونسي للشغل وتولى التنصيب البشير آغا مكانه. وبعد المسار الجديد الذي سلكته البلاد منذ سنة 1987 وتحديدا خلال سنة 1989 انعقد مؤتمر خارق للعادة للاتحاد في مدينة سوسة، ما كان من صعود قيادة جديدة للمنظمة على رأسها إسماعيل السحباني الذي أعيد انتخابه في مؤتمري سنوات 1993 و1999، لكنه سجن سنة 2000 ليحل مكانه على رأس الاتحاد النقابي الذي أعيد انتخابه في المؤتمر المنعقد بجلبة سنة 2002. حظي أيضا بقيادة الاتحاد لفترة جديدة بعد انتخابه مرة أخرى في مؤتمر 2006.
الفترة التي شهدت خلالها المنظمة الشغيلة تراجعا للعمل النقابي في ظل العولمة واتجاه الدولة نحو خصصة بعض المؤسسات. وبعد ثورة 14 من جانفي 2011 انعقد المؤتمر 22 للمنظمة الشغيلة في مدينة طبرقة بعد أن كان من المفترض أن يعقد في ديسمبر من العام 2010، إلا أن أحداث الثورة أجلت انعقاده إلى ما بعد هروب علي. ويعتبر مؤتمر طبرقة مؤتمرا مفصليا للاتحاد باعتباره جاء بعد مخاض ثوري كان للاتحاد دور بارز فيه، مؤتمر أسفر عن صعود عضو المكتب التنفيذي حسين العباس على رأس القيادة المركزية، وسيكون العباسي من بين المغادرين للقيادة المركزية إلى جانب كل من بلقاسم العياري والمولد الجندوبي وفق النظام الداخلي للاتحاد العام التونسي للشغل الذي من المنتظر أن يكون من بين النقاط البارزة في المؤتمر 23. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه المواكبة الحية والمباشرة التي تأمنها التلفزة التونسية مباشرة من قصر الرياضة بالمنزة، أين يتم بعد قليل افتتاح المؤتمر 23 للاتحاد العام التونسي للشغل. اللي كما قلنا عليه بكري هو مؤتمر عادي في دوريته، لكن باش تكون محتويات استثنائيه، وتناخذوا اكثر تفاصيل بعد مع ضيوفنا اللي باش يداولوا على هالبلاتو المباشر. نذكركم اللي معايا المؤرخ الجامعي المختص في التاريخ المعاصر السيد خالد عبيد، نأمنوا ببعضنا هذا البلاتو. بكري تحدثت على الجمله الشهيره اللي قالها الزعيم مؤسس الاتحاد العام تونسي للشغل المرحوم فرحات حشاد اللي قدم روحه ودمه هدية لتونس وللاتحاد العام التونسي للشغل، جملة أحبك يا شعب. استثارت الجملة سي خالد حب يحكينا شوية على يحطها في إطارها تاريخي والإطار اللي قال فيها الزعيم فرحات حشاد هذه الجملة، وبالمناسبة نترحموا على روح بنت المناضل الكبير والزعيم فرحات حشاد اللي توفيت منذ أيام الله يرحمها سميرة. تحيتنا وتعازينا الحارة لعائلة حشاد كلهم ولجهة قرقنة وصفاقس ولكل النقابيين في تونس كاملة. إذا لك الكلمة خالد تفضل. شكرا. في البداية نحب نرحم على بنت الزعيم فرحات عشات مدام سميرة الله يرحمها. وبالنسبة لهذه الكلمة، كلمة أحبك يا شعب، برشا توانسة يعرفوها، وهي التصقت بالزعيم بصورة الزعيم أحبك يا شعب، لكن الظرفية نتاع قولانها ياسر تأثر وهي مؤثرة للغاية، وحتى أنا تأثر فيه لحد الآن. معناها قالها في نوفمبر 1950 في مقال كتبه في جريدة الحرية، إلى وقتها الجريدة هذه نتاع الحزب الحر الدستوري التونسي دار العمل، لا وقت لا وقتها تنتمي وقتها كانت ثم العمل، لكن انقطعت العمل على الصدور، ثم الحرية باللغة العربية صدرت عام 47 في مارس 47. بعد تالي جريدة أخرى تابعة للحزب باللغة الفرنسية اسمها لا ميسيون رسالة، ورئيس هو المدير مسؤول عليها الهادي نوير الله يرحمه. فبالنسبة لجريدة الحرية هذه مسؤول عليها كان علي بلهوان، فكتب فيها الزعيم فرحات حشاد مقال هذا أحبك يا شعب، كتبه واصدر بعد أحداث المؤلمة والأليمة تاع انفيضة. في انفيضة في نوفمبر 1950 ثم عمال وعاملات توانسة في انفيضة قاموا بإضراب عن العمل مشهود جدا ومعروف جدا في تلك الفترة وكان عنده صدى كبير. فهذا الإضراب توحدت فيه القوى العمالية نذاك، ولاحظنا حتى العمال التوانسة الموجودين في مدينة انفيضة وفي بلدة انفيضة كانوا يد واحدة، وكانوا في نفس الوقت حتى وقت عملوا الإضراب عملوا إضراب مشروع وإضراب في نفس الوقت فيه دلالة كبيرة على أساس أضربوا، لكن دون أنه معناها الحاجيات الضرورية اللي باش ما يتوقفش دون المساس بالحياة العادية وخاصة بالحياة، خاطر العمل نتاعهم هو هام بالنسبة لنفيذة، فحافظوا على الحد الأدنى، وهذا وعي كبير منهم في تلك الفترة من أبائنا وأجدادنا. القوى الاستعمارية قابلت هذه الإضراب بالدم بالظلم وبالقهر، وقتلت بضعة أفراد منهم حتى امرأة ماتت. وقت كان وحاصرت قبل ما تقوم بهذه العملية قامت بمحاصرة تنفيذة ومنع أي كان من أن يدخل. فالزعيم فرحات حشاد وقت جاء باش يساند هؤلاء المضربين على العمل حب يدخل بلدة تنفيذة، منعته السلطة الاستعمارية، وفي تلك الفترة صارت الأحداث أليمة وصار عملية القتل واستشهاد البعض من التوانسة في تلك الفترة. نعم. هذا المشهد بالذات
واطلاق النار وحضور معناها فرحات حشد موجود انفيذة صار فيها هذا هو قريب منها وفي نفس الوقت مش يدخل اثرت فيه كثيرا كثيرا وخليته يكتب هذا المقال الشهير. وانا اعتقد ان الالتزام الوطني الحقيقي وقرار فرحات حشد بانه يقدم جسده ودمه فداء وروحه وحياته فداء لتونس بدأ منذ تلك اللحظة في النفيذ. خالد هك الشغف الكبير اللي كتب به المناضل الزعيم فرحات حشيد المقال تعدينا عبر الأجيال. احنا لليوم حتى الشباب في المدارس وفي المعاهد ما غير حتى ما يعرف شكون اللي قال جملة أحبك يا شعب تتردد ديما، وخاصة في التظاهرات الكبيرة اللي عملوها الشباب التونسي، لأنه كتبها بروحه كما كنت تقول بك الأحساس بأنه تحرم من حقه في أنه يدافع على منظوريه اللي هما تابعينه وعلى العمال التوانسة اللي كان هو متزعم حركة الدفاع عن حقوقهم والذود عن مكتسبات حتى وكان كانت قليلة اللي بدأت تخطو عليها الطبقة العاملة في تونس. فما نقطة أخرى زادة مهمة اليوم نتوقفوا عندها خالد، هي المؤتمر المدرسة الخلدونية اللي هو تأسس فيه ونذكروا به التاريخ متاعه يوم 20 جانفي 1946، هو المؤتمر التأسيسي اللي بعث للحياة الاتحاد العام التونسي للشغل واللي كان عملية دمج لنقابات أخرى، نقابات الشمال والجنوب، نقابات كانت صغيرة موجودة في تونس اتحدت مع بعضها في وجه النقابة الفرنسية اللي كانوا منضوين فيها بعض العمال التونسيين لكنهم تعرضوا أيضا للظلم رغم أنهم منضوين في هذه النقابات. إذن جاء مؤتمر المدرسة الخلدونية باش يضع قطار النقابة العمالية التونسية الأم اللي اليوم مازالت تعمل بعد 71 سنة ومازال مجهودها الوطني كبير جدا، وضعها على السكة الصحيحة. أحكينا شوية على مؤتمر المدرسة الخلدونية خالد. والله هو المؤتمر التأسيسي اللي صار في الجمعية الخلدونية أو في المدرسة الخلدونية في جان في 46 ثم إطار معين، الإطار متاعه يتمثل أنه الحركة النقابية التونسية هي حركة عريقة ومن أعرق، إن ما قلناش هي أعرق منظمة نقابية إنشأنا في المنطقة العربية، وبدأت من العشرينات من القرن العشرين من خلال جامعة عموم العمل التونسية متاع الزعيم محمد علي الحامي بدأت منذ تلك الفترة، وخاصة معناها بالنسبة لنا نرجع احنا المؤتمر متاع 46 زي فرحات حشيد كان قبل منضوي في المنظمة النقابية في الفرنسية الكونفدرالية العامة للشغل، كان منضوي لها هو وناس اخرين توانس اخرين، لكن شعروا ان هذه المنظمة هي تدافع خاصة عن النقابيين الاوروبيين والفرنسيين بالتحديد بالاخص وفيما بعد ايطاليين اكثر من انها تدافع على المطالب المشروعة للنقابيين والعمال التوانسة. فبعد الحرب العالمية الأولى وبدأت تتوضح المعالم الحرب، وقتها فرحات حشيد وقت رأى أنه غير خاصة في المؤتمر اللي صار عام 44 تاع المنظمة هذه عرف وتأكد أنه معناها آخر شيء ممكن تخامن فيه هي المطالب المشروعة للعمال التوانسة، قرر هو ثلة من النقابيين التوانسة اللي كانوا موجودين فيها والبعض حتى ما كانش موجود فيها قرروا باش يكونوا منظمات نقابية، تكونت المنظمة النقابية اللي تهم الجنوب وأيضا هناك أخرى تهم الشمال وأيضا هناك المنظمة الرابطة أو إنشان الجامعة العامة تاع الموظفين. فهذوما الثلاثة هما اللي باش يتوحدوا، اتحاد النقابات المستقلة بالجنوب، اتحاد النقابات المستقلة بالشمال، والجامعة العامة للموظفين باش يتوحدوا ويقرروا باش يعملوا هذا المؤتمر التوحيدي واللي من خلاله سيتأسس الاتحاد العام التونسي للشغل. لكن هذا ما نجم نفهمه الروح ومن يقف وراء هذا الاتحاد إلا هذا الاجتماع أو هذا مؤتمر تأسيسي إلا ما نقوله معطى أساسي، وهو أن الحزب الحر الدستوري أنذاك بقيادة تحديدا صالح بن يوسف كانت الاستراتيجية متاعه تقوم على الأساس ضرورة أنه خلق فراغ حول رموز السيادة الفرنسية في تونس ورموز الاحتلال في تونس، خاطر اتعظوا من تجربة أفريل 38 وقد قارحوا الحزب وحده في مواجهة الآلة الاستعمار. فالاستراتيجية الجديدة اللي وضعها تحديدا صالح بن يوسف وعلي بلهوان والمنجي سليم تتمثل في أنه ضرورة أنه خلق الفراغ حول الوجود الفرنسي. كيفاش خلق الفراغ؟ خلق الفراغ من خلال أنه يقع استقطاب العمال، يقع استقطاب الصناعيين والحرفيين، إذن شرائح التونسية كلها على اختلاف انتماءاتها، النساء، الشباب، الكشافة،
كلهم في شكل جمعيات وفي شكل اتحادات عمالية أو اتحادات أعراف والكل. هذا تم في نطاق الشراكة مع فرحات حشات، على أساس كان الهم الوطني هو الأساس بالنسبة لهم، ولهذا سبب ما نجم نفهم مشاركة الاتحاد العام التونسي للشغل في مؤتمر ليلة القدر في أوت 46 إلا في هذا الإطار، في هذا الإطار الأساسي. لكن قبل ذلك ثم ناس يقول لك لا الاتحاد ما كانش رئيس وفرحة عشات، ولا الاتحاد بعيد عليه تساتر، ولا كانش رئيس وفرحة عشات. خالد هو أمين عام متاعه فرحة عشات، لكن روحه الأساسية هي فرحة عشات. وموجود أيضا شخص آخر هو الشيخ الزيتوني، العالم الزيتوني، الشيخ محمد الفاضل بن عاشور الله يرحمه، كان أيضا هو موجود في هذا الاتحاد، وكان هو رئيس الشرفي، وهو أشرف أيضا على وقع هذا المؤتمر مع فرحة عشاد ومع صالح بن يوسف ومع كل الوطنيين التوانسة. لكن مش على أساس أنه كما نسمع وطول يقول لك كلام، معناه يقول لك لا هذه معنا الاتحاد عم توصي الشغل ما عملوش فرحة عشاد والوطنيين، لا عملوها جماعة الزيتونة وتحديدا الشيخ فاضل بن عاشور وبرا، وهات من ذلك من المعاني الحب. إذن هو كان تلاقح بين الحزب الحر الدستوري دعم للنية والعزم متاع المرحوم المناضل فرحات حشاد ومن معه من النقابين اللي أسوا نقابات الشمال والجنوب وجمعية عموم العمل التونسيين، لكن التلاقح صار مع الزيتونيين اللي هم في الأصل تساترة أيضا من أجل أنه تتعزز الوحدة الوطنية وتتلم الأيادي التونسية كلها من أجل أنه يكون المجتمع التونسي بطم طميمه في مواجهة الاستعمار. هي شراكة حقيقية بين هذه الأطراف الثلاثة، باعتبار أنه الحزب الحر الدستوري أنذاك وفر الغطاء الضروري للاتحاد كي ينشأ ويتأسس، ومحمد الفاضل بن عاشور الشيخ محمد الفاضل بن عاشور وفى الغطاء الأساسي للاتحاد كي يصمد أمام آلة الدعاية الفرنسية وأمام إمكانية فرنسا أنها تستهدف هذا الاتحاد. ما ننساوش معطى أساسي أن جامعة عموم العمل التونسية تاع محمد علي الحامي وقت حب يضرب الاستعمار الفرنسي طلع عليها دعاية اللي هي شيوعية باش ينفر عليها التساترة والوطنيين التوانسة. المواطنين التوانسة ما عادش باش يهتموا، مش باش يخافوا من الفكرة، لا باش يبتعدوا عليها، واللي هذوما عاد برا شد من الفكرة. كفار هذوما كفار وكلام هذاك. اذا كان هذا ذكاء من القيادات نتاع الاتحاد، انها ذكاء من القيادات الوطنيه كلها. ومعطى اساسي اللي ما يعرفوش برشا توانسه وحتى البعض اللي يردد مثل هذا الكلام، ان الشيخ فاضل بن عاشور انذاك كان في القياده الدستوريه وكان عضو في الديوان السياسي للحزب الحر الدستوري التونسي، هو وش محمد الشاذلي بالقاضي، هو الشاذلي بالقاضي، كانوا موجودين ومنضوين تحت رايه الحزب. يعني الا تم هذا كله في اطار وطني، في اطار وحده وطنيه حقيقيه، ووجود الفاضل بن عاشور تحديدا هو اللي من خلاله يتمكن قياده الاتحاد وقياده الحزب من انها ما لا يقع استهداف هذه المنظمه الوليده والناشئه من قبل الاستعمار الفرنسي، ويخليها تكون هدف سهل للقمع من خلال اطلاق الدعاية انه هذوما شيوعيين ومش عارف شو وكفار. اذا كانت هذه البدايه خالد، بعدها كانت ذكيه وبدايه قويه للاتحاد وحتى للحزب الحر الدستوري وللتركيبه التونسيه ككل. يعني اذا كانت بدايه قويه ووضع الاتحاد العام التونسي للشغل على السكه، ثم تتالت فترات كان دور كبير حتى للاستقلال، وبعدكش بعض اهم الزعامات دخلت للحكومه الاولى التونسيه، نذكر بهم لعل على راسهم سي مصطفى الفيلالي، سي محمود المسعدي الله يرحمه، سي عبد الله بن فرحات. بعد الاحداث قعد ديما فما كر وفر من الدعم من الحكومه التونسيه والاتحاد، وبعدكش كي تكثر المطلبيه نتاع الاتحاد الحكومات التونسيه تجبد روحها شويه، يولي فما شويه خلاف، لكن ديما الاتحاد قاعد محافظ على الرؤيه نتاعو انه نصره حقوق العمال التونسيين. نحكيو شويه توا قبل ما نمروا للروبورتاج الموالي او التسجيل الموالي اللي باش يحط هذا المؤتمر 23 في اطاره، باش نحاولوا نحكيو على الفترات الاخرى، يعني من مؤتمر تقريبا جربه 2002 الى حد الان، كيشني اهم المميزات اللي تميز بها عمل الاتحاد العام التونسي للشغل حتى لليوم 2017؟ والله الاتحاد العام التونسي للشغل، انت توج بالتاريخ كامل نتاعو من الاستقلال الى الان، وهذا مهم باش نذكروا الشباب التونسي بقيمه الاتحاد وبدوره التاريخي في بناء الدوله التونسيه. هو كما قلت اني منذ البدايه انه الاتحاد العام التونسي للشغل هو شريك اساسي في تاسيس هذا الكيان التونسي، وهو هو والقياده الوطنيه اللي من بعد ستاخذ هي الحكم،
واستأخذ الحكم، وفي نفس الوقت سيكون مع الاتحاد العام التونسي للشغل شريك في الحكم، شريك نعم. أساسي في الحكم. يعني الأسماء اللي ذكرتها هي أسماء نقابية وفي نفس الوقت دستورية وتوزرت. نعم. مصطفى الفيلالي هو الدستوري النقابي، ما كانش عندهم التفريق في الكلمات الموجود نقو عندنا احنا الان، وحتى نتيجه بعض التجذبات محليها اللحمه ذيك خالد، كانت تونس وحده ما يفرقنا حتى حد، ما يفرقش. كان بالنسبه لي ان شاء الله ديما يا ربي ما يفرقنا حتى حد. مصطفى الفيلالي والى الان سي مصطفى الفيلالي نحن نجلوه ونحترموه، ان شاء الله باش يكون معنا. سامحني خالد، ان شاء الله باش يكون معنا بعد شويه بعد ما يعني يشرف هو والزعامات والقيادات نتاع الاتحاد على الافتتاح، باش يتفضل بحذنا ان شاء الله في هذا البلاتو. تفضل خالد. مصطفى الفيلالي يعتبر نفسه نقابي ودستوري في نفس الوقت، خاطر بالنسبة له الصفتين هذوم هي صفات متاع الوطنية الحقة اللي هو تربى فيها وعاش فيها ونهل منها وناضل خلالها في الاستعمار الفرنسي. يعني هي صفات متكاملة لا تتقاطع، يعني لا تتقاطع. كما أحسن مثال على ذلك هو الزعيم الخالد أيضا أحمد التليلي، نعم. الزعيم أيضا الحبيب عاشور، نعم. كانوا دستوريين ونقابيين في نفس الوقت. معناها الحبيب عاشور معناها لفترات طويلة، وأحمد التليلي موجودين في الديوان السياسي للحزب. يعني ما كانتش الأشياء هذه اللي تفرقنا، كانت ما كانتش مطروحة على الطاولة. هذا بدأت تطرح خاصة في السبعينات، بدأت تطرح أكثر فأكثر، وبالأخص إثر القطيعة اللي حثت بين الاتحاد العام التونسي للشغل والدولة والنظام التونسي في جان في 1978 أو أحداث الخميس الأسود. القطيعة هذيك هي اللي غذت أكثر فأكثر هذه ما يسمى بالقطيعة في الذاكرة، ومحاولة أنه يكون هناك نوع من القطيعة بين تاريخ معين مع تاريخ آخر. لا إذن وطمس بعض الأحداث الهامة والأسماء الهامة التاريخ الهامة اللي كانت فيها الاتحاد مع الحزب الحر الدستوري، يعني مع الماكينة التونسية السياسية، كانوا يدا في يد من أجل بناء الدولة التونسية. هذيك وقت خاصة تدخل فيها تجاذبات. أني نحكي هنا من موقع كمؤرخ. نعم. كمؤرخ ما يهموش التجاذبات السابقة ولا التجاذبات الحالية ولا حتى المستقبلية، اللي يهمه أكثر فأكثر هي كيفية الرؤية والنظر إلى تاريخ هذه المنظمة العريقة اللي ما نجم ناخدوه إلا في إطارها الوطني أو إطارها التونسي ككيان تونسي. فقلنا أنهم كانوا اليد في اليد، وتم بناء هذا الكيان من خلال وجود في الحكم تجد القيادة اللي هي دستورية 100%، وفي نفس الوقت قيادات نقابية مثل مصطفى الفيلالي موجود، عبد الله فرحات، محمود المسعدي كما ذكرت وانت، وأطراف أخرى، وأيضا سنجد أحمد التليلي موجود في الديوان السياسي، سنجد أيضا كذلك الحبيب عاشور، سنجد أحمد بن صالح معناه اللي هو كان أمين عام ثاني إنشأنا بعد ما أمين عام رسمي إنشأنا بعد وفاة زعيم فرحات حشات، لكن قبل ذلك معناها أحمد بن صالح هو دستوري، هو نقابي، لكن حتى وقت تم إخراجه من الحزب من الاتحاد العام التونسي للشغل عام 56 سنجده فيما بعد يصبح وزيرا، والوزارة اللي بشي يترأسها وبشي يكون فيها وبعدين بشي يصبح وزير خارق العادة إنشأنا عنده عدة وزارات، لكن دائما عنده هك النقابي دائما موجود عنده، وكل الاجتماعية الموجود والبعد الاجتماعي في فكره وفي سياسته دائما موجود. القطيعة ربما هي حثت بعض الارتدادات وبعض الهزات بين الدولة أو النظام التونسي نظام بورقيبي وبين الاتحاد العام التونسي للشغل عام 56، وخاصة بين 64 و65 وقد تم استبدال أحمد التليلي ولا على رأس هذه المنظمة الحبيب عاشور عام 65. ما نحبش ندخل في العديد من ندخلوش في برشا تفاصيل، لكن ما ندخلوش في تفاصيلها، لكن حاجة نحب نأكدها أنه نتيجة التجاذبات تعطيك الفترة هذيك النظام أو الدولة أو السلطة التونسية أنذاك حبت تستهدف الاتحاد وتضربه في العوق متاعه من خلال تأجيج الخلافات، محاولة الداخلية يعني. الداخلية مثلا بين الحبيب عاشور وأحمد التليلي، لكن أحمد التليلي وحبيب عاشور فوت الفرصة على هذه الإمكانية، وعلى بعض شق داخل النظام يريد أن يخلي الاتحاد يتقسم من الداخل ويضعف من الداخل، ففوت الفرصة عليه وتمكن من أن يتجاوز ذلك وأن يكون اليد في اليد. وحتى وقت خرج أحمد التليلي اضطر كي يخرج من تونس، فإنه لم يطعن من الخلف من قبل قيادة الاتحاد ومن قبل الحبيب عاشور. هذا درس أساسي نحب احنا نقولوه باش نبينوا أنه داخل الاتحاد العام التونسي للشغل هناك وحدة الصف اللي كانت موجودة، وإلا بكل أسف بعتالي مريناهاش وقت تتكون ما يعرف خاصة بالشرفاء بعد 78 وكذلك في 1984-85 خاصة.
كان هذا تذكير أيضا خالد بالفترة الموالية للاستقلال، يعني بعد الدور التاريخي في مقاومة الاستعمار الفرنسي اللي لعبه الاتحاد العام التونسي للشغل، كان عنده دور بنائي رغم كما كنت تقول أنت بعض الضغوطات اللي مورست عليه من قبل السلطة الحاكمة في تونس، ثم الفترة اللي ممكن يقولوا برشا ناس اللي تراجع فيها بشكل ملحوظ جدا دور الاتحاد العام التونسي للشغل هي منذ مؤتمر 2002 كما قلنا تنوصلوا بعد الفتير عديوا إذا عديوا الفتير بما أنهم أيضا هم ميزان الافتتاح تقريبا ما بداش فما شوية تأخير في الافتتاح. إذا نتفرجوا مشاهدينا الكرام في هذا التسجيل اللي يحط المؤتمر 23 الاتحاد العام التونسي للشغل في إطاره، ثم نعود تفضلوا. الولاء لتونس والوفاء للشهداء والإخلاص للعمال، ذلك هو شعار المؤتمر 23 للاتحاد العام التونسي للشغل. المؤتمر الذي تنطلق أشغاله بقصر الرياضة بالمنزه، ستتواصل فعاليته بأحد النزل بالضاحية الشمالية للعاصمة، وسيشهد المؤتمر حضور 7000 مشارك من منخرطي الاتحاد وممثليه في جميع الجهات والقطاعات ومجموعة من ممثلي المنظمات الوطنية والعربية والدولية، إضافة إلى مشاركة نحو 550 مؤتمر سيقومون بانتخاب 13 عضوا للمكتب التنفيذي الوطني وخمسة أعضاء لكل من اللجنة الوطنية للنظام الداخلي واللجنة الوطنية للمراقبة المالية، إضافة إلى انتخاب الأمين العام الجديد للمنظمة خلفا لحسين العباسي. المؤتمر 23 سيناقش كما جرت العادة في مؤتمرات الاتحاد السابقة الوضع العام في البلاد والتصورات الممكنة للمنوال التنموي العادل بين الفئات والجهات. نهم هذه الملفات معناها واقع الصناديق الاجتماعية، واقع المؤسسات العمومية في تونس، مؤسسة الحوار الاجتماعي واللي يشمل العديد المحاور معناها المختلفة وخاصة في علاقة بالسياسة التنموية بالسياسة التشغيلية في البلاد، كذلك الوضع معناها الواقع القطاع الخاص والمكتسبات اللي تحصل لها عمال القطاع الخاص ومواصلة التفاوض في علاقة بالمفاوضات الاجتماعية بجانبيها المالي والترتيبي ومشكون مفاوضات قطاعية. أشغال المؤتمر سيتم خلالها أيضا عرض اللوائح الأساسية لمناقشتها والمصادقة عليها في إطار جلسات مغلقة، لوائح تتمثل خصوصا في اللائحة المهنية المتعلقة بالمطالب المهنية والاجتماعية واللائحة العامة التي تنظر في الوضع الاجتماعي والاقتصادي العام بالبلاد، في حين تناقش اللائحة الداخلية التصورات المطروحة للهيكل والنظام الداخلي والقانون الأساسي، وتتناول اللائحة الرابعة العلاقات الدولية وخصوصا القضية الفلسطينية. مواضيع وتوجهات ونقاشات ستعبر عن رؤية الاتحاد العام التونسي شغل المستقبلية في إعادة إنعاش الاقتصاد الوطني وتحقيق العدالة الاجتماعية للشغالين، وانتخابات ستفرز قيادة جديدة لمدة نيابية بخمس سنوات. إذا مرحبا بكم مرة أخرى مشاهدي الكرام في هذه التغطية الحية والمباشرة اللي تأمنها تلفزة تونسية على قناتها الوطنية الأولى لفعاليات افتتاح المؤتمر الوطني 23 للاتحاد العام التونسي للشغل، بعد المؤتمر 22 اللي انعقد منذ 5 سنوات في تبرقة كما كنا نحكي. وخالد نرحب مرة أخرى بالمؤرخ الجامعي المختص في التاريخ المعاصر خالد عبيد اللي رافقنا في هذا البلاتو. كنا نحكي وخالد على الخميس الأسود يوم 26 جانفي 1978 اللي هو كان تاريخ فارق في تاريخ تونس كله وفي تاريخ الاتحاد، لأنه لأول مرة يصير الخلاف بين الإخوة ويسيل دم تونسي على يد تونسية. مش يحكينا خالد شوية على هذه المفارقة المؤلمة اللي مازلنا نتذكرها اليوم بعد سنوات طويلة؟ هي فعلا مفارقة، هي صدمة حقيقية مست الوجدان الجماعي لكل الشعب التونسي في تلك الفترة في 1978. علاش؟ على خاطر تاع 1978 الجيل المعايش وقتها غالبيته جزء كبير لا بأس به عاش فترة الاستعمار الفرنسي وقتها، وفي الفترة الاستعمار الفرنسي كان كلنا معناها احنا ريتمي، وكان كل معناها في ذاكرتنا وفي مخيالنا في معناها في الناس تاع 78 معناها عنده في بالهم انهم الدم التونسي سالة نتيجة الاستعمار الفرنسي ونتيجة القمع الفرنسي في المقاومة وفي نطاق الرفض، وتم قتل العديد من التوانسة في خاصة فترة الاستعمار.
قطع نظر على فتره 55 56، هذه مش وقت نحكيوا فيها. المفيد كان هناك هذه الفكره رايجه، لكن فجاه عام 78 في قمع مظاهره، طيب الناس الكل تعرف مظاهرة 9 أبريل 1938 ماتوا فيها برشا توانسة وقتلهم فرانسيس، لكن في 1978 في 26 جانفي اكتشفوا التوانسة هذوما لا يعرفوا 9 أبريل مظاهرة 9 أبريل وبعض من معاشة والكل، اكتشفوا فجأة أن حثت مظاهرات وأن المظاهرات هذه جوبهت بالنار، وأنه لأول مرة الجيش التونسي اللي هو مفخرة من مفاخر الكيان التونسي الحديث استعمل النار والرصاص لقتل توانسة أبناء جلته أبناء عائلته أبناء شعبه. هذه شكلت صدمة حقيقية لدى كل التوانسة وحتى لدى قيادات الجيش التونسي في تلك الفترة، وقعدت موجودة وربما أثارها إلى حد الآن ما زالت راسخة في هذا الوجدان الجماعي التونسي. اسمح لي خالد برك، نحب ننقل للسادة المشاهدين باش يكونوا كاينهم معنا، نسمع توا في الهتافات والتصفيق منذ أكثر من ساعة في فضاء القبة بالمنزة، تقريبا بعد قليل باش تتم عملية التفتيح، مازلنا باش نكملوا احنا، لكن فقط حبيت نحط المشاهدين في إطار باش يعرفوا الأجواء الحماسية اللي داخل القاعة، والأكيد الصورة قاعدة تعبر لهم على هذه الأجواء. نكملوا خالد الكلمة ليك تفضل. قلنا إذن هذا كان شكل صدمة حقيقية وستقعد تبعاتها موجودة لعدة فترات معينة، ربما إلى حد الآن وربما حتى إلى حد 2011. وإحنا ما نحاولوش، إذا كان حاولنا خالد إذا نعم. تسمح لي، إذا يقولوا لي توا باش تتم عملية الافتتاح، أنتم قاعدين تشاهدوا معنا مشاهدينا الكرام كلمة أولى في يوم الافتتاح. نرحبوا بالسيد حسين العباسي وأعضاء المكتب التنفيذي. ندعوكم جميعا لترديد النشيد الوطني التونسي. النشيد الوطني. Yeah.
الو 1 2 تحية خاصة للمفروزين أمنياً اللي موجودين معنا اليوم. Thank you.
إذن أهلا وسهلا ومرحبا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام في هذه التغطية الحية والمباشرة التي تأمنها كما قلنا التلفزة التونسية على القناة الوطنية الأولى لمواكبة فعاليات افتتاح المؤتمر 23 للاتحاد العام التونسي للشغل. كما كنتوا تتفرجوا معنا الصور الأولى لعملية الافتتاح وبعد النشيد الوطني نشيد الاتحاد العام التونسي للشغل، وستتتالى الفعاليات وبشنو يكبوا بعضنا كلمات الضيوف سواء كانوا من تونس أو من الدول العربية أو الأجنبية. احنا باش نقعدوا نواكبوا بين البلاتو وبين قصر الرياضة بالمنزل من الداخل القبة، ونتابعوا مع بعضنا هذه الصور الحية والمباشرة. الآن مع نشيد الاتحاد، الرجاء أن تقفوا جميعا وترددوا معنا هذا النشيد.
شمسنا يا عمال لا تحب الظلام. قبل ما نتعداو لبقية فقرات البرنامج باش نقرأ عليكم رسالة المضربين عن الطعام من المفروزين أمنيا لمؤتمرات ومؤتمري الاتحاد العام التونسي للشغل. الأخ الأمين العام، الإخوة الأمناء العامين، نائبات ونواب المؤتمر، الضيوف الكرام، مناضلات ومناضلي منظمة حشاد العتيدة، الاتحاد العام التونسي للشغل، خيمة النضال الوطني والاجتماعي. نحن مناضلي الاتحاد العام لطلبة تونس واتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل المضربين عن الطعام في يومنا 28، إذ نحيي بإكبار مساندتكم الرائدة في إنجاح المسار الثوري منذ 2010 إلى غاية 2017، وفي احتضان الاتحاد للحراك الشعبي ضد الدكتاتورية، مروراً بدوره لإنجاح الانتقال الديمقراطي وصياغة دستور ديمقراطي جديد يضمن الحقوق والحريات الأساسية التي انتفض من أجلها أبناء شعبنا. وإذ نقف بإجلال لما قدمته منظمتنا العتيدة من تضحيات في سبيل حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لكافة الجهات المهمشة والفئات المحرومة من أبناء شعبنا، وإذ نثمن بإسنادكم لملف المفروزين أمنياً من قدماء الاتحاد العام لطلبة تونس واتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل، فإننا نتمنى أشغالاً موفقة لمؤتمركم 22 ونجاحاً مظفراً باعتباره ضامناً لتكريس قيم الجمهورية والعدالة الاجتماعية وصمام أمان في الذود عن مصالح الجهات والفئات الشعبية المهمشة والإطار الأمثل لمطالب أبناء شعبنا في الشغل والحرية والكرامة الوطنية. المجد لمنظمة حشاد العتيدة، الخلود لشهداء تونس، العزة لتونس. باعتبار وأنه عنده مدة المؤتمر ما صارش في تونس، في جهة تونس تحديدا منذ مرحلة التأسيس وما بعدها، ما نجموش ما نعطيوش الكلمة للأخ فاروق العياري عن الاتحاد الجهوي بتونس. السيدات والسادة الضيوف، ضيوف الاتحاد، ضيوف تونس، الإخوة النقابيين، السادة الإعلاميين، مرحبا بكم في هذا العرس النقابي، عرس الاتحاد، عرس تونس. مرحبا بكم في مؤتمرنا هذا الذي نالنا كجهة شرف احتضان فعالياته، مؤتمر نريده محطة تليق بحجم الاتحاد والحركة النقابية. الأخوات والأخوة، مرحبا بضيوف تونس من الخارج والداخل، أصدقاء وأشقاء، مرحبا بهم بين النقابيين في اتحادنا اتحادهم وبلدنا بلدهم. هم ليسوا ضيوفا بل رفاق وأصدقاء، هكذا كانوا خلال الأزمات التي عشناها وخلال الانتصارات التي حققناها. مرحبا بالإعلاميين، ونحن نعتبر حضورهم تكريماً للإعلام الحر المسؤول الذي يغطي الأحداث بكل موضوعية وحرفية. مرحباً بأعضاء المكتب التنفيذي الوطني الذين تحملوا مسؤوليات جساماً. مرحباً بأعضاء المكتب التنفيذي الوطني الذين تحملوا مسؤوليات جساماً في مدة نيابية حساسة. مرحباً بأعضاء الهيئة الإدارية الوطنية الذين تحملوا مسؤولية قرارات على غاية من الخطورة. الذين تحملوا مسؤولية قرارات على غاية من الخطورة والأهمية، بعضها جنب البلاد هزات وبعضها أرجع الأمور إلى نصابها
بفرض مطالب مادية ومعنوية للشغالين. مرحباً بالنواب نساءً ورجالاً مناضلات ومناضلي الاتحاد. الذين إليهم سيعود عبء تأثيث المؤتمر. الأخوات والأخوة، إنه لشرف عظيم ومسؤولية كبرى أن تكلف الجهة باستضاف المؤتمر والمؤتمرين دون أن يكون أحد ضيفاً، ما دام الكل أبناء الاتحاد وأبناء تونس. لقد مثلت مؤتمراتنا دوماً حدثاً وطنياً. إن اتحاد الشغل كان طيل التاريخ منظمة نقبية وطنية بامتياز تعنيه مصلحة الشغالين بقدر ما تعنيه المصلحة العليا لتونس. نعيدكم أيها الأصدقاء والإخوة أن نظل أوفياء لمبادئ محمد علي الحامي والطاهر الحداد وفرحات حشاد، أوفياء لما من أجله استشهد المئات دفاعاً عن مناعة تونس ورقيها، وفاءً للرواد الذين أناروا لنا السبيل وباتوا منارات بها نهتدي، وفاءً لتطلعات الشغالين وسائر فئات الشعب التونسي. على هذا العهد لن نحيد، وعلى هذا الدرب سرنا وسنسير. الاتحاد هكذا نريده، الاتحاد خيمة الجميع، ذلك ما كرسناه وسنكرسه. أوفياء لدماء الشهداء، ذلك قناعاتنا. شعارنا الأوحد ليحيى الاتحاد في خدمة البلاد. عاش تونس، عاش الاتحاد. في إطار التهاني بمناسبة انعقاد المؤتمر 23 للاتحاد العام التونسي للشغل، برقية من رئيس مجلس نواب الشعب إلى السيد رئيس المؤتمر 23 للاتحاد العام التونسي للشغل. السيد رئيس المؤتمر، بمناسبة انعقاد المؤتمر 23 للاتحاد العام التونسي للشغل والذي يوافق تاريخه الذكرى 71 لتأسيس هذه المنظمة العريقة، أتقدم إليكم شخصياً وإلى كافة المؤتمرين ومن خلالهم إلى كافة مناضلي ومناضلات الاتحاد بخالص التحية. إن المتأمل في هذا الصرح الذي بناه حشاد ودعمته أجيال من المناضلين النقابيين الوطنيين الذين خدموا في آن واحد قضيتي التحرر الوطني والتحرر الاجتماعي، ليتأكد من أن الاتحاد لم يكن مجرد تنظيم نقابي تقليدي، بل كان تجسيداً للعبقرية التونسية التي جعلت منه أداة نضال وطني ضد المستعمر ووسيلة كفاح اجتماعي عبر مساره النضالي ضد المستغل. ففي المحصلة التاريخية كان الاتحاد العام التونسي للشغل أداة للتحرر الوطني وأداة لبناء الدولة الحديثة ولتأسيس أركان المجتمع العادل والمتوازن والمتحرر، ذلك ما طمح إليه حشاد وذلك ما تصبون إلى مزيد تعميقه. وإن الظروف العامة التي تحف بمؤتمركم تقودنا جميعاً أن نتبين درجة المسؤولية التي يجب أن نتوخاها جميع القوى الوطنية السياسية منها والاجتماعية حتى تبقى صفاً وطنياً صلباً وموحداً قادراً على مواجهة الصعاب التي تعرفها بلادنا على الصعيد الاقتصادي والسياسي والأمني والاجتماعي. ونحن على يقين من أن توحيد الصف الوطني وتوحيد إرادته الحرة واختياراته الأصلية المبنية على قاعدة مصالحه المشروعة لن يتم إلا عبر الحوار النزيه والمسؤول بين مختلف مكوناته الفاعلة وقواه الحية. لقد ساهم الاتحاد العام التونسي للشغل والحركة النقابية التونسية عموماً في صنع التاريخ المعاصر لبلادنا، وهو معني إلى جانب باقي قوى المجتمع المدني الحيوية بتطور مسارها الراهن على جميع الأصعدة، وذلك ما أكده الاتحاد عبر الدور الذي اطلع به في تجربة الحوار الوطني مع بقية أطراف الرباعي ودفاعه الدائم عن قيم التحرر الاجتماعي والحداثة والتقدم. إن الدور الإيجابي للاتحاد العام التونسي للشغل على الصعيدين النقابي والوطني قد تجلى مرة أخرى
في موافقته على وثيقة قرطاج ومساهمته في مشاورات تكوين حكومة الوحدة الوطنية، وفي مشاركته في الحوار حول مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2017، مؤكداً في ذلك أن المركزية النقابية هي من المكونات الأساسية للمشهد الوطني التونسي. إن بلادنا في حاجة إلى أن يلعب الاتحاد دوره في دعم وحدة الوطن واستقلاله وتأمين مستقبله عبر مواجهة كل التحديات المتعلقة بتحقيق الازدهار الاقتصادي والاستقرار والعدل والسلم الاجتماعي. ومرحبا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام في هذه التغطية الحية والمباشرة التي تأمنها التلفزة التونسية على القناة الوطنية الأولى في مواكبة كما كنا نتفرج مع بعضنا لافتتاح المؤتمر 23 للاتحاد العام التونسي للشغل. معايا ومع خالد في هذه العودة شخصيتان هامتان اليوم في تونس، وهما زوز وزراء لكنهم حاضرين اليوم في المؤتمر باعتبار أنهم قياديين أيضا في الاتحاد العام التونسي للشغل إلى فترة غير بعيدا. نرحب بسي محمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعيه، وبالسيد عبيد البريكي وزير الوظيفه العموميه والحوكمه. مرحبا بكم. اذا انتم اليوم اولاد الدار، جيتوا للمؤتمر 23 للاتحاد العام التونسي للشغل باعتباركم الى زمان غير بعيد كنتوا قيادات في الاتحاد العام التونسي للشغل. تفضل سي محمد، الكلمه لك. صحيح، احنا جينا بدعوة من الاتحاد العام التونسي للشغل بصفتنا نقابيين قياديين تحملنا المسؤولية لسنوات عديدة في الاتحاد العام التونسي للشغل، وجينا كذلك باش نحضروا لحظة هامة في مش فقط في تاريخ الاتحاد، ولكن أيضا مؤتمرات الاتحاد كان دائما لحظة فارقة في تاريخ البلاد. لكن أيضا احنا عندنا صفة حكومية، وهذه مش تحن الفرصة أننا نطلع على الحوار والنقاشات التي ستدور، واللي أكيد أنه مش يكون محورها هو الشأن الوطني سواء في المجال الاقتصادي أو المجال الاجتماعي أو المسارات المهنية وحتى المجال السياسي وترسيخ المسار الديمقراطي. إذن هذه فرصة أيضا، لأنه نحن كما تعرفوا الاتحاد العام التونسي للشغل هو شريك أساسي في البلاد، مش فقط مع الحكومة، في البلاد شريك أساسي، وبالتالي كل القضايا التي ستطرح في المؤتمر هي قضايا. اسمح لي سي محمد، توا السيد الامين العام مرحبا الحسين العباسي باش يلقي كلمه افتتاح المؤتمر الرسميه. مرحبا مرحبا باخواتي واخوتي مناضلاتي ومناضلي الاتحاد العام التونسي للشغل، أبناء حشاد العظيم، فرسان الصمود، عشاق الحرية، صوت الكادحين والمظلومين والمستضعفين، بناة البلاد، حماة الوطن. مرحبا بضيوف الاتحاد العام التونسي للشغل. مرحبا بسعادة سفير فلسطين بتونس وبممثل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين نيابة عن القائد الأسير أحمد سعدات. ومرحبا بالأستاذة فدوى البرغوثي حرم الأسير القائد مروان البرغوثي.
مرحبا بالأخوة والرفاق ممثلي المنظمات النقبية المغاربية والعربية والإفريقية الشقيقة. مرحبا بالرفاق ممثلي المنظمات النقبية الأوروبية والآسيوية والأمريكية الصديقة. مرحبا بممثلي المنظمات والنقابات الدولية والإقليمية الشقيقة والصديقة. مرحبا بالأخت والأخوين اللذين كان لي شرف تقاسمهم جائزة نوبل للسلام لسنة 2015 بصفتهم ممثلين عن الرباع الراعي للحوار الوطني. مرحبا بشركائنا ممثلي المنظمات الوطنية والهيئات المهنية. مرحبا بممثلي المجتمع المدني. مرحبا بممثلي جالياتنا بالماجر. مرحبا بأصدقاء الاتحاد من الشخصيات المستقلة. مرحبا بالسادة الصحافيين والإعلاميين التونسيين والأجانب. مرحبا بأحبائي قدماء النقابيين بأجيالهم. مرحبا بالأخوة الكتاب الأمناء العامين المسابقين الأخ أحمد بن صالح. الأخ الطيب البكوش. الأخ عبد السلام زراد. أخواتي وإخوتي نواب المؤتمر 23 للاتحاد العام التونسي للشغل، ضيوفنا الكرام الأخوات والإخوة، ينعقد مؤتمرنا 23 تحت شعار الولاء لتونس والوفاء للشهداء والإخلاص للعمال. بعد 5 سنوات شهدت فيها البلاد لحظات مكثفة من التغيير لا تضاهيها إلا لحظات التأسيس التي تلت الاستقلال. 5 سنوات من المراوحة بين الإخفاق والنجاح، بين مد ثوري جارف يرنو إلى مستقبل واعد ومشرق تسوسه الحرية والديمقراطية والمساواة، وقوى شد تحن إلى إعادة إنتاج الماضي بقيمه الرجعية ونماذجه التنموية وأساليب حكمه المكرس للحيف والتمييز والاستبداد، بين شرعية انتخابية لم تستكمل شروط نضجها ومشروعية جماهيرية يحكمها منطق الشعب يريد الحرية، يريد العدالة الاجتماعية، يريد الحق في التنمية. 5 سنوات من المخاض العسير تربع خلالها الاتحاد بشهادة القاسي والداني في موقع الريادة ليصبح جزءاً من المشهد اليومي في حياة التونسيين والتونسيات، وشغفاً تونسياً بامتياز مكرساً الدور الذي افتكه في تأطير ثورة الشعب التونسي العارمة ضد نظام الاستبداد والفساد. ضيوفنا الكرام الأخوات والأخوة، ينعقد مؤتمرنا 23 وقد قطعت بلادنا أشواطا هامة وجريئة على درب الإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي بعد أن استوفت بنجاح المرحلة التأسيسية بدءا بدستور 26 جانفي 2014، فالانتخابات التشريعية والرئاسية وما تلاها من الهيئات الدستورية التي ما زال بعضها لم يستكمل بعد. ينعقد مؤتمرنا بعد أيام معدودات من إحيائنا الذكرى 6 لثورة الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، ثورة 17 ديسمبر 14 جانفي، والتي عادت علينا هذه السنة كسابقاتها بنفس التحديات والإرهاسات والتطلعات والانتظارات التي لاقيناها منذ 5 سنوات، ونحن نستلم المشعل ممن سبقونا في قيادة الاتحاد، وهو ما يجعل من هذا المؤتمر لحظة فارقة لمساءلة فترتنا النيابية السابقة والاستشراف ما ينتظرنا من مهام، لحظة معبرة
لتجديد العهد مع سنة التداول التي أسسنا لها منذ مؤتمر جربة 2002، لحظة فاصلة نسلم فيها الأمانة لأصحابها، آملين أننا كنا في مستوى الثقة التي منحت لنا في مؤتمر طبرقة الأخير، وفي مستوى الأمانة التي عهدت لنا. ضيوفنا الكرام، ضيوفنا الكرام، الأخوات والأخوة، كانت البلاد ونحن نستلم المشعل من القيادة السابقة للاتحاد في وضع غير مستقر إثر تهاوي منظومة الحكم السابق، وبعد أن بدأت بوادر الانفلات والتسيب تستشري، وبعد أن عجزت نتائج انتخابات 23 أكتوبر 2011 عن تهدئة الأوضاع وعن فتح آفاق تغلب عناصر الأمل والثقة في المستقبل. كنا ندرك جسامة المسؤولية التي تنتظرنا وخصوصية المرحلة التي تمر بها بلادنا وثقل المهام التي أوكلها لنا المؤتمر، سواء لأجل تحسين البيت الداخلي بما يساعدنا على مواكبة المتغيرات والتعامل الناجح مع المستجدات، أو لتأمين المسار الثوري وحماية أهدافه ضد كل أشكال الالتفاف ومحاولة إعادة إنتاج الماضي المقي. كان علينا العمل على واجهات عديدة لإعطاء معنى لدورنا الريادي داخل المشهد الجديد الذي بدأ يتشكل، ولتحديد موقعنا إذا ما يجري من تجاذبات بدت متنافرة ومشدودة أكثر إلى أجندات إيديولوجية وعقائدية. ضيوفنا الكرام، الأخوات والأخوة، لقد تكثف خلال بداية تلك المرحلة التهجم على الاتحاد العام التونسي للشغل والتنكر لرموزه ولإسهاماته التاريخية والتجني على مكانته في المجتمع، وبدأ التبرير من جهات مختلفة لحصر دوره ولتحليل مربعات تحركه وإرباك هيكله وضرب وحدته الداخلية. وانتقلت تلك الهجمة من حملة إعلامية ومنابر استفزازية وحملات تشويهية ممنهجة إلى اعتداءات سافرة طالت مناضلين ومقراتنا في مواقع عديدة من البلاد، وتمثلت في تحرشات بلغت ذروتها بوضع القمامة أمام دار الاتحاد لتنتهي في قمة دناءتها إلى الاعتداء السافر على منظمتنا العتيدة من قبل ميليشيات سمتا باطلا بروابط حماية الثورة، عشية إحيائنا ذكرى لها رمزية كبيرة عند النقابيين وعموم التونسيين، ذكرى اغتيال الزعيم النقابي والوطني فرحات حشاد، وفي ساحة لا تقل رمزية هي بطحاء محمد علي خالدة الذكر، رمز النضال النقابي والصمود العمالي. الأمر اللافت أن تكثف الهجمة على الاتحاد العام التونسي للشغل قد تزامن مع تكثف حالة الانفلات العام بالبلاد، وتزايد الاحتقان وبروز ظاهرة الاعتداءات لمجموعات التطرف المذهبي المستهدفة للأنشطة الثقافية والمدنية والموجهة مباشرة ضد الحريات الفردية ولنمط العيش المدني، قد تزامن مع تصاعد الحركات الاحتجاجية الاجتماعية والشعبية المطالبة بالتنمية والتشغيل وتحقيق أهداف الثورة. في هذا المناخ المتوتر حصل الاغتيال الفاجعة للشهيد شكري بلعيد، ثم اغتيال الشهيد النائب محمد الحاج محمد البراهمي. قلت في هذا المناخ المتوتر
حصل الاغتيال الفاجعة للشهيد شكري بالعيد، ثم اغتيال الشهيد النائب الحاج محمد البراهبي، علاوة على العديد من العمليات الإرهابية التي استهدفت قواتنا العسكرية والأمنية التي نحييها بهذه المناسبة. ودخلت البلاد في حالة من عدم الاستقرار ومن الاحتقان الشديد الذي أصبح يهدد جدياً وحدة الوطن وتماسك المجتمع، وينذر بحرب أهلية طاحنة. في ظل هذا الوضع العام الشديد التوتر، تعطلت أشغال المجلس التأسيسي، وانسحب نواب المعارضة، وانطلق اعتصام الرحيل منذراً بوشوك القطيعة وبسوء العواقب. ضيوفنا الكرام، الأخوات والأخوة، كانت تجارب الحركة النقبية التونسية العريقة وروادها أمثال محمد علي الحامي وفرحات حشاد وأحمد التليلي والحبيب عاشور وغيرهم وأمثالهم نصب أعيننا منارات وضاءه تقودنا وسط هذه الظلمات وتدفعنا للمبادرة وللسعي لإنقاذ الوطن من الخطر المحدق والمتربص بوحدته وبوجوده. بل الفضل في ذلك يعود بالخصوص إلى لحظة التأسيس، لما توحد العمال والموظفون والمعلمون وأسسوا الاتحاد. فلحظة التأسيس هي سر بقاء الاتحاد وإشعاعه وتعاظم قوته. كانت لحظة التأسيس حاضرة بقوة أمامنا برمزيتها وباستثنائيتها، فهي لحظة الانحياز والولاء للوطن وللشعب قبل الانحياز لأي مصلحة أخرى. انحياز جعل من الاتحاد ما هو عليه اليوم فضاء حر لكل التيارات والحساسيات الفكرية والسياسية تتصارع وتتعايش وتتنافس داخله، تقبل بقانون اللعبة وتلتزم بالتسويات التي يثمرها الوفاق تارة وبام يفرزه صندوق الاقتراع تارة أخرى. لحظة اكتسبنا فيها مناعتنا ضد التصدع، استطعنا أن نشكل قوة ضغط مضادة لمقاومة الاستبداد والذود عن الحريات وضحايا القمع زمن نظامي بورقيبة وبن علي. ومنذ بداية الثورة يوم 17 ديسمبر 2010 إلى اليوم، لذلك تنادينا مع منظمات وطنية أخرى تقاسمنا حب هذا الوطن كما تقاسمنا وعينا بالأخطار المحدقة به، لتتشكل في رباعي متكون من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، إضافة بالطبع للاتحاد العام التونسي للشغل صاحب المبادرة الأولى، فكان تشكل الرباعي الراعي للحوار. لقد استطاع هذا الرباعي قيادة عملية صعبة ومعقدة من الحوارات، جمعت مختلف الأطراف ومرت بعديد المنعرجات التي هدتت مراراً بنسفها، وكانت منارتها الوصول إلى وفاق وطني يؤمن نهاية المرحلة الانتقالية. وقد توصلنا بفضل حكمة كل الأطراف وتعاونها ووعيها بالمخاطر المحدقة إلى تغليب الحس الوطني وإلى تقديم تنازلات متبادلة تجسمت في خارطة طريق أمضاها كل الفرقاء، وتضمنت تكوين حكومة كفاءات مستقلة وصياغة دستور جديد للبلاد وانتخابات تشريعية ورئاسية أنهت بنجاح المرحلة الانتقالية التأسيسية. ضيوفنا الكرام، الأخوات والأخوة، قصة النجاح هذا نسجناها بمعاضدة منظمات عريقة من المجتمع المدني ومعنونا السياسية ومواطناتنا ومواطنين المجبولين على التفتح والتسامح والتوافق. كان لها الصدى الطيب في مختلف أنحاء العالم ونالت استحساناً وتعاطفاً دولياً غير مسبوق، توج بتسلمنا جائزة نوبل للسلام لسنة 2015.
تتويج بقدر ما يشرفنا، فهو يحملنا مسؤولية المثابرة على هذا النهج واعتماده كخيار استراتيجي لإدارة شؤوننا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تتويج يجعلنا نتطلع إلى أن تكون هذه التجربة بعد استكمالها قدوة لغيرنا من الشعوب التي تمر اليوم بمسارات انتقالية عسيرة لتستأنس بها في تدبر أمورها وتجاوز خلافاتها. وكم يغمرنا الفرح والفخر لما يتداول اسم الاتحاد العام التونسي للشغل بكثير من الإطراء والاحترام في المحافل الدولية النقابية وغير النقابية، وعلى صفحات الصحف والمؤلفات، وفي تصريحات كبار الشخصيات الحزبية والوطنية والعالمية. وكم تكبر فينا نشوة الاعتزاز بالانتماء إلى هذا الصرح الشامخ لما نرى بطح محمد علي وقد أصبحت من جديد قبلة كبار الشخصيات السياسية والدبلوماسية والحقوقية والفنية والإعلامية، وملاذا للمعطلين على العمل والمفروزين منهم أمنيا وضحايا التهميش يتوافدون إليها اعترافا بدور الاتحاد في تعديل المشهد السياسي ولقدرته على التأثير في مجريات الأحداث، أو طلبا للوساطة والمؤازرة أو التظلم الاجتماعي. ومما لا شك فيه أن ما جناه ويجنيه الاتحاد من احترام وتقدير هو احترام وتقدير أيضا بداية ونهاية للدور الريادي الذي من فكه يلعبه داخل المجتمع وفي محيطه الإقليمي والدولي، وهو تقدير للفعل النقابي ولدور الحركة النقابية العالمية بمختلف فصائلها القطرية والإقليمية وتكتلاتها القطاعية، والتي ناضلت على امتداد القرن الماضي وحتى اليوم لأعلاء كلمة الحق ونصرة المظلومين والمحرومين والدفاع عن قضايا حق الشعوب في تقرير مصيرها والدفاع عن القيم الكونية والمبادئ الإنسانية السامية ولتعديل سياقات العولمة غير العادلة وتثمين الحوار نهجا للتوافق وللتعايش مع الآخر. ضيوفنا الكرام، لم يشغلنا واجبنا الوطني عن مباشرة مهامنا النقابية العادية في تحسين بيتنا الداخلي ومواصلة كفاحنا الاجتماعي لأجل تحسين ظروف الشغالين، عيش الشغالين، سواء من خلال التفاوض للزيادة في الأجور أو بالتصدي لأنماط التشغيل الهشة المغيبة للحماية والسالبة للكرامة في كل من القطاعين العام والخاص وقطاع الوظيفة العمومية. لقد اشتغلنا خلال هذه المدة النيابية على تنفيذ توصية مؤتمر طبرقة لمراجعة القانون الأساسي للاتحاد العام التونسي للشغل وتطوير نظامه الداخلي والارتقاء بأساليب عمله بما يمكن من مرافقة ما يحصل من تطورات ومتغيرات ومن الاستجابة لمتطلبات المشهد الجديد لسوق العمل. يساعد على ديمقراطية الحياة النقابية بما يفتح آفاق التداول على المسؤولية ومشاركة المزيد من النساء والشباب والفئات العمالية الوافدة حديثا على الحق النقابي، وبما ينمي مضامين الفعل النقابي وعلى مجد جسور التواصل والتعاون مع الحركات الاجتماعية الناشئة ومع فصائل الحركة النقابية العالمية. كما توصلنا بعد مفاوضات اجتماعية مضنية لم تخلو من صعوبات وبعد نضالات مشروعة التجأنا فيها إلى كل الوسائل السلمية القانونية المتاحة للحد مما لحق القدرة الشرائية للأجراء من تدهور شديد بسبب انفلات الأسعار وعدم تعديل الأسواق واستفحال ظاهرة المضاربات بكل أشكالها. توصلنا إلى تحقيق زيادات في الأجور راعينا فيها إلى أقصى الحدود وضعية الاقتصاد الوطني وما تعانيه عديد المؤسسات من صعوبات وإرهاصات. في ذات الوقت ركزنا على ضرورة محاربة مظاهر التجارة الموازية والاقتصاد غير المنظم التي تنخر الاقتصاد الوطني وتضر بمختلف مؤسساته ولا تحترم الحد الأدنى من الحماية الاجتماعية
والحقوق الدنيا للعاملين بها، كما شددنا مرارا وما نزال على أن النهوض بالاقتصاد الوطني وتدوير الظروف الكفيلة بالمساعدة على التنمية وتحقيق التوازن الجهوي وخلق فرص التشغيل وخاصة للشباب العاطل من أصحاب الشهادات العليا ومن غيرهم تقتضي جميعها مراجعة المنوال التنموي دون تواني أو تردد، والتحلي بإرادة سياسية حقيقية تترمج في برامج تحارب الحيف الجبائي والتفاوت الجهوي وتسعى لإدماج الاقتصاد الموازي في الدورة الاقتصادية المنظمة، وكذلك الحزم في محاربة كبار المهربين واستهداف مختلف مظاهر الفساد التي تشجع وترعى هذا الاقتصاد المارق عن القانون والمغيب للحماية. وفي هذا الصدد فأننا ما زلنا نؤكد أن صياغة منوال تنموي جديد يقتضي مراجعة جدية لمنظومات التعليم والتكوين والبحث العلمي في إطار مقاربة تشاركية لاستكمال ما شرع فيه بين الأطراف الاجتماعية، تأخذ بعين الاعتبار مصالح وجهات نظر كل الأطراف المعنية. وما زلنا نشدد أيضاً على ضرورة تطوير قدرة القطاع العمومي في الإنتاج والمحافظة على دوره التعديل الاستراتيجي، علاوة على التأكد النهوض بالقطاع الفلاحي باعتبار أهميته الاستراتيجية، وعلى مزيد الإحاطة بصغار الفلاحين وتعهدهم بالحماية الضرورية والدعم الكافي، وحرصنا على حماية الصناديق الاجتماعية، ودعونا إلى إصلاحها وفق رؤية شاملة وبعيدة المدى تحافظ على المكاسب وتجد الحلول المناسبة. وقد نبهنا إلى المخاطر والانتهاكات التي تعترض جالية بالخارج وخاصة في البلدان الأوروبية بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وتنامي العنصرية والتمييز على خلفية استشراء الإرهاب في العالم، وشددنا على ضرورة إحاطة عمالتنا المهاجرة حيثما كانت بما يستلزم من الإحاطة والرعاية، وعلى حسب التضامن النقابي والعمالي من أجل حماية حقوقهم وسلامتهم. كما نجدد رفضنا للعودة القسرية للمهاجرين تحت أي عنوان كان، ومعارضتنا لفتح مراكز لإيواء المهاجرين لمنافاتها كما نجدد رفضنا للعودة القسرية للمهاجرين تحت أي عنوان كان، ومعارضتنا لفتح مراكز لإيواء المهاجرين لمنافاتها مع مبادئ حقوق الإنسان، أنه من دون تحقيق هذه السياسات فأن بلادنا لن تستطيع تحقيق أهداف الثورة واستحقاقاتها في التشغيل والتوازن الجهوي وفي تحقيق مقومات الكرامة. ضيوفنا الكرام، الأخوات والأخوة، أننا ننخرط في الأولوية الوطنية المطروحة على الدولة وعلى كل المجتمع بمختلف فئاته لمحاربة الإرهاب والعمل على شساد جذوره وعزله عن محاضنه دون هوادة ودون أدنى تسامح أو تهاون. ولنغتنم هذه الفرصة لنجدد دعوتنا للتعجيل بعقد مؤتمر لمحاربة الإرهاب ينظم مقاومة الوطنية لهذه الظاهرة ويستبعد كل تراخٍ أو تساهل معه وكل مساع لتبريره أو للتخفيف من خطورته. إن آفة الإرهاب وما تمثله من خطورة قصوى على مجتمعنا وعلى قيمنا وعلى أمننا وعلى حرية أفراده وعلى حقهم في العيش الآمن تمثل كذلك خطورة كبرى على اقتصادنا وعلى إمكانيات الاستثمار فيه، ويهدد استقرار بلادنا كما يضر بسمعتها وبتاريخها ومكانتها بين الأمم وما عرفت به كمهد للحوار بين الحضارات وللتعايش والتسامح بين مختلف المجموعات الدينية والفكرية. ضيوفنا الكرام، الأخوات والأخوة، إنما نشعر به من ارتياح
إزاء ما قمنا به لأجل وطننا وشعبنا وعاملاتنا ومالنا على امتداد الخمس سنوات الماضية لا يمكن أن يحجب ما يخالجنا من حزن وأسى وغضب إزاء ما يجري من أعمال إرهابية ممنهجة طالت وتطال يومياً أكثر من قطر عربي ومناطق عديدة من العالم، أعمال أودت بحياة الآلاف من الأبرياء وحكمت على الملايين من المتساكنين بالتشرد واليتم والحرمان وخلفت الدمار والخراب، أعمال همجية بشعة هي بصدد ارتهان كل مسعى نحو الإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، أعمال إرهابية ذات امتدادات دولية يصعب مواجهتها من دون تضافر جهود المجموعة الدولية المحبة للسلام ودون إرادة جماعية قوية للتنسيق والتعاون. فنحن اليوم في أشد الحاجة إلى أن نجعل من مكافحة الإرهاب أولوية مطلقة بما يعني المثابرة على التنسيق والتعاون بين كل الدول لتجفيف منابعه. نحن اليوم في حاجة إلى التعجيل بالقضاء على بؤر التوتر في كل أنحاء العالم وفي مقدمتها حل القضية الفلسطينية وتمكين الشعب الفلسطيني من حق تقرير مصيره نحن اليوم في حاجة إلى التعجيل بالقضاء على بؤر التوتر في كل أنحاء العالم وفي مقدمة حل القضية الفلسطينية وتمكين الشعب الفلسطيني من حق تقرير مصيره على أرضه وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. أننا نتطلع إلى تضامن يرتقي إلى أهداف ثورتنا، أننا نطمح إلى تضامن شامل فيما بين الشعوب والحكومات والنقابات والقوى التقدمية في جميع أنحاء العالم. أننا على يقين من أن التضامن النقابي سوف يمثل رافداً قوياً لإقناع الحكومات والجهات المانحة بأهمية وأحقية دعم تجربة الديمقراطية الناشئة بما يجعل منها نموذجاً ملهماً في إدارة المسارات الانتقالية الجارية في أكثر من مكان. ضيوفنا الكرام، الأخوات والأخوة، أنه ورغم كل النجاحات ورغم التقدم في بناء المؤسسات فإن المشهد العام ما زال مهدداً بانخرام الاستقرار الاجتماعي والسياسي، وما زالت بعض محاور الخلاف تثير من حين لآخر مخاطر الاستقطاب والتناحر الإيديولوجي مهددة بذلك التوافق العام الذي نجحنا في تركيزه إلى حد الآن. وبالتوازي مع ذلك ما زالت بعض الجهات لا تتورع عن مهاجمة الاتحاد العام التونسي للشغل وعن السعي لإرباكه ولضرب وحدته الداخلية بقصد إضعافه وتحجيم دوره الوطني. لذلك نحن مدعوون جميعاً للانتباه وللتعامل بكل حذر وفطنة لتوفيت الفرصة على استهداف وحدة بلادنا ونجاحاتنا في بلورة نمط سياسي واجتماعي فريد من نوعه في محيطنا، كما أننا كنقابيين مدعوون للعمل على المحافظة على وحدتنا وعلى استقلاليتنا وعلى المركز الريادي الوطني لمنظمتنا النقابية العتيدة وعلى دورها التعديلي لحماية مجتمعنا وقيمه وتوازناته الأساسية. ضيوفنا الكرام، الأخوات والأخوة، إننا على يقين أن ما يقوم به الاتحاد من أدوار تعديلية ومن جهود لترشيد حوكمة المجتمع على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية ما كانت لتثمر دون أن يكون مسنوداً بالقواعد النقابية والعمالية وبتعاطف القوى الديمقراطية وبمجهود الخبرات العلمية والفكرية. فتحية أكبر وإجلال لمناضلات ومناضلي الاتحاد الذين أثبتوا للعالم أجمع أنهم جديرون بضرب مواعيد مع التاريخ، وكل الشكر والتقدير لكل من ساعدني على أداء مهامي وزملائي في إدارة هذه الدورة النيابية سواء بتقديم النصح
أو بتسخير خبرته وقدراته من أجل تطوير أدائنا ومساعدتنا على أخذ القرارات الأسلم. وكل الشكر والمحبة لزملائي أعضاء المكتب التنفيذي الوطني ولكافة أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية الذين على تعدد آرائهم كانوا لحمة واحدة موحدة من أجل الدفاع عن الشغالين وهموم الشعب في إطار روح توافقية كان لها الفضل في تفعيل دور الاتحاد وفي إكسابه قوة التأثير والإشعاع. كلمة امتنان وعرفان وتحية أكبار وإجلال لأبي الحنون ولزوجتي ورفيقة دربي المكابدة والصبورة ولأخي الناصر ولأبنائي وكافة أفراد عائلتي لرحابة صدرهم ولمكابدتهم المكابدة الشديدة لشد أزري وكانوا أحسن سند ونصير لي في أوقات الشدة وأيام الضيق. تحية أكبر أتوجه بها إلى جنود الخفاء الذين كانوا دوماً في صدارة المضحين لتأمين السير العادي لنشاط الاتحاد والذود عن حرمته من موظفين وأعوان وعملاء محلياً وجهوياً وقطاعياً ومركزياً ومن صحافي جريدة الشعب الغراء. شكراً إلى كل الأخوة الأمنيين الذين ضحوا كثيراً معي في تنقلاتي في العمل داخل البلاد ساهرين على أمن الشخص ليلاً نهاراً فلهم مني ألف تحية. شكراً لكم جميعاً وعهد مني أن أظل واحداً منكم وفياً لمنظمتنا ولرموزها شكراً لكم جميعاً وعهداً مني أن أظل واحداً منكم وفياً لمنظمتنا ولرموزها على استعداد تام ودائم لتقديم الرأي كل ما طلب مني وكل ما ارتأيته مناسباً ومفيداً. التوفيق والنجاح لأشغال مؤتمرنا، التوفيق والنجاح لإخوتي وأخواتي ممن سيستسلمون الأمانة من بعدنا. الشكر مجدداً لكل ضيوفنا الذين شرفونا بالحضور. عاشت نضالات الطبقة الشغيلة، المجد والخلود لشهدائنا البررة. عاش الاتحاد العام التونسي للشغل حراً ديمقراطياً مستقلاً ومناضلاً، والولاء لتونس الوفاء للشهداء والإخلاص للعمال. شكراً لكم. إذن مرحبا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه التغطية الحية والمباشرة
اللي تأمنها التلفزة التونسية مباشرة على القناة الوطنية لفعاليات افتتاح المؤتمر الوطني 23 للاتحاد العام التونسي للشغل. وكنا نستمع مع بعضنا لكلمة السيد الأمين العام حسين العباسي اللي كان يتحدث على مجموعة من المواضيع الهامة. أتى على ذكر عملية الاعتداء اللي تعرض لها الاتحاد ومقر الاتحاد يوم 4 ديسمبر 2012، حتى على ذكر بعض المحاور الهامة اللي باش تكون موضوع المؤتمر وفعاليات الأيام القادمة انطلاقا من عشية اليوم. تحدث على منوال التنمية العادلة اللي تدافع عليه الاتحاد العام التونسي للشغل، تحدث عن الصناديق الاجتماعية وطرق تعزيز دورها في المجتمع التونسي، تحدث أيضا عن التونسيين في الخارج وكيفية حماية حقوقهم والذود عنها، خاصة مع تنامي ظاهرة الإرهاب وتعرض المواطنين التونسيين كما المواطنين المهاجرين الكل في الدول الأجنبية إلى إمكانية الاعتداء، وتحدث أيضا على رفض الاتحاد فكرة عودة المقاتلين من بؤر التوتر إلى أرض الوطن. قبل ما نعدي الكلمة للسيد حسين العباسي، كنا نتحدث إلى السيد محمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية اللي نذكره اللي هو قيادي وحاضر معنا في البلاتو، هو السيد عبيد البريكي وزير الوظيفة العمومية والحوكمة. مرحبا بهم مرة أخرى، ومرحبا بخالد عبيد المؤرخ الجامعي المختص في التاريخ المعاصر. إذا سي محمد، لو بعجالة نوقفوا على أهم الكلمات اللي قالها حسين العباسي، كلمة شدتني برشا وأنتم وزير الشؤون الاجتماعية، قال يلزمنا نحميو التوانسة اللي في الخارج لأنهم بتصاعد وتيرة الإرهاب قاعدين يتعرضوا للاعتداءات، وإحنا اليوم كتونس مدعوون إلى حماية هذه الجالية اللي تمثلنا خارج أرض الوطن. كيفاش تنجموا تنسقوا أنتم اليوم كحكومة وحدة وطنية مع الاتحاد ومع غيره من المنظمات والهيئات الوطنية من أجل تعزيز الحضور أولا التونسي يبدأ خارج أرض الوطن باش يمثل تونس أحسن تمثيل، وفي نفس الوقت الذود عن حقوقه وعن كرامته؟ شكرا. فيما يتعلق بال قضية الهجرة هي قضية وطنية، ما تهمش وزارة ولا منظمة ولا جمعية، إنما هي قضية لابد أننا نوحد جميع جهودنا كتونسيين وكهيئات رسمية وشعبية من أجل الدفاع عن حقوق عمالنا المهاجرين. ووزارة الشؤون الاجتماعية كما تعرفوا هي اللي تشرف على العمالة المهاجرة، على حقوق وتضمن حقوق وتدافع عن حقوق الحقوق الاجتماعية للعمال المهاجرين وللمهاجرين التونسيين بصفة عامة. وعندنا الديوان التونسيين بالهجرة في نطاق الدبلوماسية التونسية والتوجهات الوطنية. صحيح ثم من قبل موجة من العنصرية، موجة من معاداة الأجانب، موجة من محاولة تحميل المهاجرين مسؤولية الأزمة الاقتصادية اللي تعيشها بعض والعديد من البلدان الأوروبية، ولكن نحن كحكومة تونسية وكذلك دور اللي يقوم به الاتحاد العام للشغل والدور اللي تقوم به النقابات في أوروبا، الدور اللي تقوم به كذلك فعاليات جمعيات التونسيين بالهجرة، الدور الذي تقوم به العديد من منظمات المجتمع المدني في الهجرة وفي تونس من أجل التصدي لهذه الحملات، وأيضا خاصة بعد ما تصاعدت وتيرتها إثر الاعتداءات الإرهابية التي استهدفت العديد من البلدان والعواصم الأوروبية. نحن ننسق وهناك هياكل للتشاور، هياكل للحوار تجمع وزارة الشؤون الاجتماعية بالاتحاد العام التونسي للشغل وأيضا بمنظمات وطنية أخرى، أيوة منظمات تونسية سواء في تونس أو في الهجرة من أجل تنسيق السياسات، إضافة إلى الدور تقوم به الدبلوماسية التونسية وزارة الخارجية في حماية حقوق التونسيين. أيضا سي عبيد البريكي، ملف الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية جاء على ذكره السيد حسين العبيدي في حسين العباسي عفوا في الخطاب والكلمة اللي ألقاها، قال احنا ندعم ونحاول نعزو دور المؤسسات العموميه ونخرجوها من الازمات اللي هي فيها. واليوم انتم الوزير المكلف بالوظيفه العموميه، اكيد انه فما شراكه زاده في المستوى هذا، بما انه دائما تونس وعبر التاريخ كان ديما فما شراكه بين الاتحاد من جهه وبين المنظمات الوطنيه بشكل عام وبين الحكومات المتعاقبه على تونس من اجل انه تعزيز دور المؤسسات التونسيه والدوله بهياكلها عن طريق مجهود تضامني كما كان يقول تواسي محمد، انه هي مسؤوليه جماعيه، مسؤوليه التوانسه الكل كل من موقعه. شكرا. هو انا شرف لي ساعه نحضر المؤتمر هذا اللي هو مؤتمر عادي من حيث الصيروره التاريخيه ولكنه استثنائي من حيث علاقته بالسابق وانفتاحه على القدام. معناتها هو استثنائي لانه تتويج المرحله عاشها الاتحاد ما بعد 2011 لعب فيها دور
تقريب ريادي، وخاصة في المرحلة اللي تداخلت فيها الأمور وقدنا نتيه في خضم الصراعات اللي وصلت لصراعات دموية. الاتحاد لعب دوره في إنقاذ البلاد، دونك من هنا بعدها واحد يعتز بأنه موجود في هالذكرى هذه. اثنين، في الأفاق، خطاب الأمين العام اليوم معناها ما نحبش نقول ما هوش غريب، ولكن هو منسجم كما قلت تو الدور التاريخي اللي لعبه الاتحاد حتى ما قبل الاستعمار. الاتحاد عندما انشأ ما انشأش منظمة تنظر فقط للجانب المطلبي، وقولة حشاد الشهيرة المعروفة احنا ما نظلش من أجل راسيون وخبز، ولكن من أجل هذا تجسم حتى بعد في حكومة الوحدة الوطنية الأولى واللي كانوا فيها رموز الاتحاد، كانت أعضاء مكتب تنفيذي موجودين في الحكومة الأولى. أزمة 78 كانت أزمة خيارات انعكست سلبا على الشغالين، فكانت النتيجة الاتحاد واجه، والمواجهة أدت إلى أزمة. الأزمات اللي جت بعد ثورة 2011 معناها الاتحاد موقعه التاريخي هو الاهتمام بالشأن المطلبي إيه، لكن الشأن السياسي كان مهتم به باعتبار العلاقة الجدلية بين الاثنين دون أن يتعزى. بقى الاتحاد قوي بالديناميكية داخله بحكم التنوع السياسي، ولكنه أيضا ما تحزبش تاريخيا وخذ مسافة. إذن طيب. هو قوي دائما بالشراكة مع الفاعلين التونسيين كلها، الفاعلين بشكل عام، وأنه يعكس الهاجس متاع الشعب بكل فئته في ظرف معين. وما نحبش تو ما هيش مجاله حتى للشعار اللي تأسس عليه الاتحاد وحبك يا شعب ما كانش يفصل بين هذا وهذا، ولكن كان تمشي. طيب الشعب التونسي الخطاب بقول. اليوم هو خطاب فيه بارشة معناتها قواسم مشتركة بين الخطاب نتاع الأمين العام والخطاب اللي يلقاه رئيس حكومة يوم 14 جانفي. اش معناها؟ رغم الخصوصي فما خصوصيات من نجم يذكرها كالاتحاد، لكن الهواجس مشتركة. احكى على الإرهاب من بين أولويات الحكومة في المرحلة هذه، رغم الهدوء اللي نعيشه توا نتيجة تطور الأمن في المواجهة، ما زلنا مهددين بالإرهاب في ظل التطورات في أجوارنا. دونك هذه أولوية. الأولوية الثانية اللي حكى عليها الأمين العام عرج عليها واللي تعتبر أن أولوية الحكومة الحالية مقاومة الفساد، لأنه هو الحاضنة الإرهاب، هذا محور ثاني. محور ثالث محور الإصلاحات الاقتصادية الجوهرية اللي حكى عليها الأمين العام وحكى عليها رئيس الحكومة، لأنه في السياسي قدمنا، في الاقتصادي ما قدمناش، وهذا اللي خلانا ما نقدموش في الاجتماعي. من بين المسائل المهمة اجتماعية فيها الصناديق الاجتماعية طبعا، ووزير الشؤون الاجتماعية موجود، هذا مشكل كبير مطروح وتم التعريج عليه. فيها المؤسسات العمومية اليوم تحتاج إلى إعادة معناها هيكلة فعلية من أجل إنقاذها، وفيها قطاع الوظيفة العمومية اللي أصبحت تونس أجزاء عمليا على أنها تواصل بهذا الكم الهائل من الموظفين، ولكن دائما خيار يكون بالتوافق مع الاتحاد. سيد الوزير، احنا كتوانسة مراهنين على هذه الشراكة بين المنظمة الأعرق في تونس وبقية المنظمات الوطنية وبين الوزارات والحكومة، حكومة وحدة الوطنية ككل، من أجل إخراج تونس من هذا الوضع ودعم وتفعيل حركة العجلة الاقتصادية، وبالتالي استقرار وإرساء استقرار اجتماعي ينعم به التوانسة الكل، سواء كانوا عاملين أو موظفين أو حتى وزراء. كيفكم أنتم؟ مرحبا بكم، شرفتونا في هذا البلد، وشكرا لكم على حضوركم. ونذكر السادة المشاهدين أنتم كنتما قياديين نقابيين، وحضوركم اليوم هو حضور ولاد الدار في مؤتمر عدده 23. كما كنت تقول سعبيد، هو باش يكون استثنائي رغم أنه عادي في دوريته، لكنه استثنائي بما أنه فيصل بين مرحلتين تاريخيتين، مرحلة 6 سنوات هذه الأولى خاصة ما بعد الثورة ثم ما يليه. شكرا لكم سي محمد الترابلسي وسعبيد البريكي، شرفتونا في هذا الملف. نرجع لكم مشاهدينا الكرام باش يجيونا ضيوف اخرين. خالد، السيدين الوزيرين كانا يتحدثان عن هذه الشراكة، الشراكة اللي قلنا احنا عبر التاريخ ثبت انه الاتحاد العام التونسي للشغل كان بارع جدا في استغلالها من اجل مصلحة العامل التونسي اينما كان وكيفما كان. فما نقطة مهمة برشا بالمناسبة نحييو عمالنا بالخارج، لانهم تقريبا رغم ان احنا في التلفزه التونسيه عندنا برنامج هام برشا اللي هو اهلا تونس، تحيه لمعديه ومقدميه، يعنى بتونسيين بالخارج، انه احيانا يحسوا انه حضورهم في تلفزتهم الوطنيه وحتى في تونس ما يكون الا مناسباتي تقريبا. دور الشراكه بين الاتحاد العام التونسي للشغل وبين الوزارات المعنيه والمختصه وحتى المنظمات الوطنيه الاخرى والهياكل الوطنيه الاخرى اللي تسعى لانها تعنى بالتونسيين اينما كانوا وكيفما كانوا، في نفس الوقت نقطه رفض عودة المقاتلين في بؤر التوتر سواء سوريا أو العراق أو غيرها. هذا الكل يحيلنا اليوم على النقطة هذه المضيئة دائما في تاريخ الاتحاد، أنه المهم هو الشعب، مش المهم أي انتماء للشعب، هل كان وزير أو كان قيادي في حزب أو كان مثلا قيادي في نقابة أو هيئة وطنية أو مؤسسة وطنية، المهم أنه يكون تونسي. وترجع ديما كلمة أحبك يا شعب، كلمة المؤسس الزعيم فرحات حشاد. احنا وقفنا منذ قليل عند الخميس الأسود، بدينا نحكي فيه شوية وبعد خذيتنا الكلمات والمداخلات. هو الاتحاد
ومرة أخرى باش ياخذنا باش تاخذنا المداخلات. إذا ندخل مباشرة إلى القبة السيدة المشاهدين تفضل. يسألونني دائما من أين لك القوة لتتحملي عذاب هذه السنوات؟ أقول أستمد القوة منكم، من جماهيرنا العربية، من جماهير تونس. من جماهير تونس التي تلوح بالعلم حتى وهم في أصعب الظروف، بالعلم الفلسطيني. الأخوات والإخوة الأعزاء، في قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل، الأخ العزيز الأمين العام حسين العباسي، السادة الحضور، يشرفني ويسعدني أن أشارك اليوم في هذا المؤتمر لاتحاد الشغل الذي يعتبر التنظيم النقابي والوطني والديمقراطي الأبرز في الوطن العربي والأكثر فاعلية وتمثيلاً للمناضلين. والأكثر فاعلية وتمثيلاً للمناضلين في مختلف البلاد. وقد كان لهذا الاتحاد ومنذ تأسيسه وحتى اليوم دوراً مشهوداً في الكفاح ومن أجل التحرر والاستقلال والنضال من أجل الحرية والعدالة الاجتماعية والديمقراطية والحقوق السياسية والنقابية لمناضليه ومنتسبيه. إني أستذكر بهذه المناسبة، مناسبة انعقاد المؤتمر العام للتنظيم النقابي الأبرز والأهم في الوطن العربي بأسره، أستذكر وبكل الإجلال والإكبار شهداء تونس وشهداء الحركة النقابية وشهداء الثورة التونسية وكل شهداء الأمة العربية الذين سقطوا من أجل الحرية والكرامة الوطنية والاستقلال والعدالة. لكم أن تفتخروا بأنكم كنتم الصاعق الذي فجر طاقات الأمة العربية وعبر عن تطلعات شبابها وشاباتها وأجيالها المتطلعين للحرية والعدالة والكرامة. أتمنى على التونسيين أن يفخروا بدورهم العظيم، أولاً لأنهم أطلقوا شعلة النور، وثانياً لأنهم حافظوا عليها وعلى مسارها ونجحوا في الانتقال بها نحو تكريس الدولة الديمقراطية وصياغة الدستور التوافقي وانتخاب البرلمان والرئيس ومختلف الهيئات. والحقيقة أنه لولا وعي وصدق انتماء الشعب التونسي ونخبه ومثقفيه رجالاً ونساءً وقادته وقوى المجتمع المدني وفي مقدمتهم الاتحاد العام التونسي للشغل الذي كان لمبادرته التاريخية وشركائه في الرباعي التونسي الدور الأكبر في إنقاذ تونس من خطر الفوضى والاقتتال الذي كان مصير العديد من الأقطار العربية الشقيقة. إني ومن زنزانة الصغيرة المعتمة في سجون الاحتلال الصهيونية أتوجه لشعب تونس العظيم وكل قواه الحية بالتحية، ولشهداء تونس بالتحية والتقدير، وأقول للعرب جميعاً في كل الأقطار العربية أن الشراكة هي الحل وأن الشراكة هي حجر الزاوية في إعادة إعمار الأوطان والحفاظ على وحدتها واستقلالها وحريتها وتحقيق العدالة والكرامة فيها. والشراكة القائمة على وطن يقوم على مبدأ المواطنة
والمساواة التامة بين كل المواطنين بغض النظر عن انتمائهم الديني أو العرقي أو المذهبي أو القومي، ولم تنفع سياسة العنف والتطرف ولا سياسة الإقصاء والتكفير، بل الشراكة أولاً وثانياً وبناء الكتلة التاريخية في الأمة العربية بأسرها هو خشبة الإنقاذ. وإني أخاطبكم اليوم لأشكركم على وفائكم لفلسطين وشعبها وشهدائها ومناضليها، وأيضاً لأشكركم على تضامنكم الأصيل والصادق، ولأشكر الرباع التونسي على تكريمهم لنا بنوبل، وهذا تكريم لنضال الفلسطينيين وكل مناضليه، وشكراً لتونس أمل العرب نحو مستقبل جديد لهذه الأمة التي تستحق الحياة والكرامة والعدالة، وتستحق نظم ديمقراطية تجسد مبدأ المواطن والشراكة وسيادة القانون ومكافحة الفساد وتوزيع عادل للثروات. وأقول لكل أبناء أمتنا أن حرية المرأة هو التجسيد الحقيقي والتجلي الأعظم لحرية الشعوب. لحرية الشعوب والأوطان والأمم، والأوطان التي تقهر فيها المرأة لا يمكن أن تكون حرة. الأخوات والإخوة الأعزاء، إن فلسطينكم تتعرض لعدوان صهيوني شامل، وتتعرض للاستباحة في ظل الانشغال العربي والصراع الدائر في العديد من الأقطار العربية، وهي تستهدف الأرض والإنسان والمقدسات والتاريخ، وتسابق الزمن لتهويد القدس ومحو هويتها العربية الإسلامية والمسيحية، ونقل مليون مستوطن إلى الضفة الفلسطينية في السنوات القادمة، وهي في نفس الوقت تواصل الحصار والعدوان وحرب التجويع لقطاع غزة الذي دمرته في حروب عدوانية وإرهابية متتالية، وهي تواصل عمليات الاغتيال والاعتقال والترهيب ومصادرة الأرض. وتعلمون إخوتي وأخواتي جميعاً بأن الإرهاب الصهيوني امتد ذراعه لضرب تونس عام 85، واغتالت أمير الشهداء خليل الوزير فيها عام 88، كما امتد الإرهاب الصهيوني ليغتال المناضل الزواري قبل أسابيع قليلة. وما كان لهذا الكيان الاستعماري مواصلة مشروعه الكولونيالي لولا الاحتضان والمساندة الأمريكية التي بشر الرئيس ترامب بمضاعفتها، ضارباً بعرض الحائط حقوق العرب والفلسطينيين وحقهم التاريخي والقومي والوطني والإنساني والسياسي في فلسطين، حيث أعلن الرئيس ترامب عن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة، الأمر الذي يستدعي تحركاً عربياً رسمياً وشعبياً للرد على هذا القرار، والذي نعتبره عدواناً على شرف وكرامة الأمة وحقوقها، وانتهاكاً صارخاً للمواثيق والقوانين والقرارات الدولية. إذن أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه التغطية الحية والمباشرة اللي تأمنها التلفزة التونسية منذ 9:30 من صباح اليوم في مواكبة لفعاليات افتتاح المؤتمر 23 للاتحاد العام التونسي للشغل. وبعد السيدين الوزيرين سي محمد طرابلسي والسيد عبيد البريكي، معنا ضيف أجنبي اللي هو السيد فيليب جينينغز، ويمثل يوني جلوبال يونيون، وهو اتحاد نقابات دولي كبير يضم أكثر من 130 دولة ومقره في سويسرا، تونس عضو فيه، هو اليوم ضيف شرف على هذا المؤتمر. Alors vous êtes le bienvenu monsieur Philippe Jennings. Merci beaucoup. Vous êtes un invité d'honneur en ce congrès. Alors comment vous pouvez évaluer le travail de l'UGTT dans un pays de démocratie naissante? Comment vous pouvez juger le travail qu'a fait l'UGTT pour assister la démocratie tunisienne nouvelle? Ils ont joué un rôle clé, un rôle magnifique,
un rôle avec beaucoup de courage. Ils ont souffert le sacrifice. Je sais beaucoup de familles qui ont souffert pendant ce moment de crise. Et le OGTT à prendre la responsabilité et la conscience nationale de faire lutter pour la démocratie et de réaliser ce rêve d'un changement, de réaliser le rêve de le printemps arabe, d'avoir un pays démocratique. Et le message est clair, le mouvement syndical, c'est un pilier de la démocratie. Ça, c'est le message de l'OGTT au monde. Le OGTT est mondialement connu. Et on a réjouir avec cette prix Nobel gagné 2015. Donc permettez-moi de traduire monsieur Philippe يقول ان دوريه دي قام به الاتحاد ومازال يقوم به خاصه بعد الثوره فرح العائله التونسيه وهو العماد نتاع التغيير ونتاع الديمقراطيه ولازم الناس الكل تعرف ان النقابات والاتحادات النقابيه هي العرصه الاساسيه في اي بناء لعمليه بناء ديمقراطي او بناء دوله حديثه. لزي مسيو فيليب vous avez le micro. Si vous voulez continuer votre mot, parce que j'étais juste sur le point de traduire votre... Oui, c'est un exemple au monde. Par exemple, 2016, le prix Nobel était gagné par la Colombie. Et un parti de la Colombie, c'était la lutte pour la démocratie qui était menée également par les syndicalistes. Nous avons perdu 3700 dirigeants syndicalistes en Colombie, mais ils ont lutté pour le pays. Alors maintenant, c'est de transmettre cette force démocratique pour le bien de le peuple tunisien. Et ça, c'est notre objectif maintenant, c'est la relance économique. Il faut que le monde investisse de nouveau en Tunisie. Je sais que 500 sociétés privées ont quitté le pays. C'est le moment de retourner. C'est le moment de lancement économique européen, un moment pour lancer la croissance économique à le niveau mondial. Comme ça, on peut améliorer la situation économique du pays. إذن سيد فيليب ذكر في المداخلة الأولى أيضا فوز تونس والاتحاد بجائزة نوبل للسلام وثم في المداخلة الثانية جاء على ذكر فوز كولومبيا في 2006 بهذه الجائزة وقديش قدمت 2016 إحنا 2000 احنا 2016 احنا ربحناها 2016 لكن كولومبيا ربحتها خذت جائزة نوبل للسلام في 2006 وقال اللي هي قدمت اكثر من 3000 شهيد او معناتها من ناس من نقابين قدموا ارواحهم في سبيل الثوره الكولومبيه ويلزم تونس تسير على هالمنوال بما انه دور النقابي مهم جدا في انجاح الانتقال الديمقراطي في مثل كولومبيا وفي مثل تونس وقال زيادة انه بما انه اليوم باش ترجع عجله الاقتصاد العالمي هي رهان الكبير باش ترجع للحياه فان هذه فرصه تونس وفرصه الاقتصاد التونسي من اجل انه ترجع له الحياه ويكون يسجل حضوره بفضل مجهود الاتحاد وبقيه التونسيين. D'accord. Donc vous êtes un invité d'honneur. Vous allez donner une allocution pendant cette journée. Dans le déroulement de la première partie. D'accord. Vous allez assister encore à ces trois jours jusqu'au 25. Oui, je vais rester. Je vais rencontrer le président de l'UTICAR demain matin pour parler de la situation économique et la nécessité de le nouvel investissement. De le partenariat, le dialogue national entre le patron et le syndicat. En venant sur le partenariat, comment vous estimez faire avancer le partenariat entre votre union syndicale et l'UGTT? Pour moi, un objectif très important pour les prochains 4-5 ans de l'histoire de l'UGTT, d'être implanté dans le secteur privé également, dans le nouveau secteur de l'économie. Et nous sommes face à une révolution numérique, digitale, qui va toucher tout le pays et tous les ouvriers du monde. Alors c'est très important que vous, avec ce défi qui arrive, que le mouvement syndical et le patron aient cette possibilité de négocier le changement, préparer le jeune. Parce que le futur de l'économie mondiale, digitale, c'est pas dans l'économie de bas salaire. Le futur, c'est le salaire digne. C'est de l'innovation, c'est d'avoir un secteur privé fort et également la force de formation. Alors nous avons tous dans notre tête le bien de ce pays. Il faut un secteur privé, mais un secteur privé responsable. Nous ne sommes pas
d'accord avec le capitalisme sauvage qui a provoqué tellement de crises et tellement de chômage. Merci, Monsieur Philippe. Monsieur Philippe, il قول اللي الفترة القادمة وأربع خمس سنوات القادمة بشكون المراهنة فيها على تعزيز الشراكة بين اتحادهم بما أنه يهتم بالقطاع الخاص ومن أجل تعزيز دور القطاع الخاص في تونس وحوار اجتماعي مهم بين صاحب المؤسسة وبين العامل التونسي حتى تنجح التجربة الديمقراطية التونسية. إذا merci infiniment Monsieur Philippe Jennings. Vous représentez l'Uni Global Union. معناتها مجموعة اتحادات موجودة في مختلف دول العالم. Merci infiniment. Oui, merci. Un dernier message de soutien pour les femmes tunisiennes. Je crois que les femmes tunisiennes ont lutté pour la révolution. C'est eux qui sont vraiment le rôle responsable dans la famille. Il faut encore la participation des femmes dans la politique et les femmes dans le mouvement syndical et dans l'économie. On a vu hier le marché des femmes mondial. À Washington DC, 500 000 femmes a défilé de lancer un message vis-à-vis M. Trump contre la haine et la xénophobie. Les femmes ont marché au monde entier. C'est également le futur de votre pays. Un pays compétitif avec les femmes formées, avec les responsabilités politiques et économiques et syndicales. Merci infiniment, Monsieur Philippe. Et donc, Kenya, il a cadré la tarsis d'avoir le mar ou ahmi d'avoir le mar في النقلة الاقتصادية والبناء الديمقراطي الحديث للجمهورية التونسية. ميرسي انفينيما. اوكي اذا خالد شوفوا في ضيوف اجانب وعرب. اما نحب نعقب على كلامه ومسي فيليب تحسه متحمس جدا. حاسين الحماس نتاعو. عنده حماس وعنده تشعر انه معجب جدا بالتجربة التونسية وبالشعب التونسي وبالرمزية اللي يمثلها الاتحاد العام التونسي للشغل. سمعنا حتى في كلامه يتحدث انه الاتحاد العام التونسي للشغل معروف في العالم وهذا امر مش مستبعد. نحن نعرف ان الاتحاد العام التونسي للشغل معنا بمجرد انها تكونت السيزل بعد مدة قام وانضم الى السيزل الى المنظمة العالمية للنقابات الحرة. وحتى الشهيد الزعيم مؤسس الاتحاد فرحات عشاد كان نائب مدير السيزل في تلك الفترة. يعني حاجة ماهيش سهلة في تلك الظروف. وهذا يبين مدى عراقة هذه المنظمة النقابية اللي احنا نعتز بها كمنظمة تمثل تونس وتجسد تونس. والكلام اللي قاله مسي فيليب اللي هو كله حماس احنا كتوانسة يا حبذا لو انا نستغلوه. على خاطر هذا يمكن نعتبره مسي فيليب من اللوبي المساند لتونس في اوروبا ولا احنا حاجتنا به امام الموجة الكراهية اللي نشعر بها وامام الموجة اللي يراد منها استبعاد التونسي واعتبار التونسي وكأنه إرهابي حتى تثبت براءته. هو فيليب نبه المعطى المهم برشا قال 500 أكثر من 500 شركة مؤسسة غادروا تونس. إحنا نحبوهم نرجعوا. يعني فما إرادة حتى دولية من نقابات دولية عندها حجمها في كافة الاختصاصات هي داعمة لخيار وتجربة ودور الاتحاد العام التونسي للشغل وبشكل عام داعمة للتجربة الديمقراطية التونسية الناشئة اللي مازال ينتظرها الكثير من العمل في كافة المستويات. والعمل هذا بيشكموا به التونس الكل أينما وجدوا في مواقعهم المختلفة. يحبذا أنه يكون على أساس تشكيل هذا النوع من المرك من اللوبي الضاغط المساند لتونس في أوروبا وفي العالم الغربي بصفة عامة من أجل أن على الأقل تبقى صورتنا معنا تبقى صورة ناصعة. بكل أسف صورة تونس بعد 2011 كانت صورة ناصعة رائعة لكن الله غالب الصورة هذه تقادت تبدلت شوية مش منقولش برشة نتيجة الأعمال الإرهابية اللي حثت ولا كانوا متسببين فيها توانس. وإحنا باش نتفرجوا توا سادة المشاهدين وخالد ومسيو فيليب باش نتفرجوا على هذا التقرير اللي أعدوه الزملاء من قسم الأخبار مشكورين واللي يتعلق بدور الاتحاد العام التونسي للشغل منذ ثورة 14 جانفي. تفضلوا ثم نعود. في ظرفية سياسية واجتماعية دقيقة في أوج الحراك الثوري نهاية ديسمبر من سنة 11 و2000 عقد الاتحاد العام التونسي للشغل مؤتمره 22 الذي كان وبشهادة الملاحظين كان نوعيا بامتياز أشر على انصراف الاتحاد إلى معارضة تامة لتحركات قادها شباب المطالب بالحرية والكرامة والتنمية والتشغيل إلى أن صار أهم فاعل اجتماعي في تاريخ تونس الحديث وأكبر محرك لعملية التغيير الثوري التي توجت يوم 14 من جانفي بسقوط النظام الدكتاتوري. الاتحاد كان قد لعب دورا كبيرا في ما نسميه بالثورة التونسية لأن الاتحاد احتضن الثورة منذ البداية وأصبحت معناها يعني نوادي الاتحاد بمثابة المراكز للثورة
وقامت مظاهرات خرجت من نوادي الاتحاد كمظاهرة 12 جانفي في صفاقس ومظاهرة 14 جانفي في تونس، وذلك ما أدى إلى خروج معناها الرئيس السابق زين العابدين بن علي. إذن ليس هنالك فما أحزاب سياسية تقوم مواقف، أما الاتحاد هو الذي احتضن الثورة بصفة معناها واضحة. النقابة العمالية التي حملت في جيناتها منذ النشأة على الزعيم الوطني فرحات حشاد هموم السياسة، هموم الوطن، كانت بعد الثورة في مواجهة مطلبية عالية من منظورها لم تستطع إن أرادت إيقافها. مطلبية صنفها البعض لاحقا ورقة ضغط على ترويكا التي اعتلت الحكم بعد انتخابات أكتوبر لسنة 2011، ما أدى لاحقا إلى اعتماد الطرفين وبشكل متبادل ما سمي بسياسة لي الذراع وسط مناخ احتجاجات لم ينتهي، إذ تم استهداف مقر المنظمة الشغيلة في 4 ديسمبر لسنة 2012 باعتداءات أوقعت إصابات لم يكشف تقرير تحقيق رسمي عن هوية مرتكبيها، لكن أصابع الاتهام وجهت في الواقع إلى روابط حماية الثورة التي اعتبرت آنذاك الذراع التنفيذي للترويكا. وفي محاولة لتخفيف حدث الاحتجاجات انخرط الاتحاد في تجربة مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ومع الحكومة، أي بالتوقيع على العقد الاجتماعي في 14 جانفي سنة 2013 على أساس ضبط العلاقات المهنية والعمل اللائق وسياسات التشغيل والتكوين المهني والتغطية الاجتماعية ومسائل ذات صلة. خط الاحتجاج في تونس لم ينقطع بل تعمق مع اغتيالات قياديين في الجبهة الشعبية، ما دفع بالمنظمة الشغيلة في خطوة سياسية نهاية شهر جويلية من السنة ذاتها أي سنة 2013 إلى التماهي في مستويات معينة مع برنامج جبهة الإنقاذ التي طلبت آنذاك بوقف المسار السياسي المتعثر. ودعت المنظمة الشغيلة إلى تنفيذ خارطة طريق تقريب استكمال الدستور وتعيين موعد انتخابات تشريعية ورئاسية وتكوين حكومة تكنوقراط تشرف على تنفيذ الخارطة. في 5 أكتوبر سنة 2013 أطلق وبقية مكونات الرباعي الراعي حوارا وطنيا مثلا منعرجا في تاريخ تونس، ونجح بذلك الاتحاد في تجميع قوى سياسية وتيارات ايديولوجية متناقضة على طاولة واحدة ما أفرز جملة من التوافقات ومهد لانتخابات رئاسية وتشريعية. نجاحه فيما صنف تجنيب تونس لانسداد أفاق وخيم أهاله وشركائه إلى تسلم جائزة نوبل للسلام في ديسمبر سنة 2015. حدة المطلبية وإن قلت لكن المشاكل الاقتصادية والاجتماعية ربما ظلت على حالها مع حكومة الحبيب السيد بعد انتخابات سنة 2014، ومع منظمة الأعراف ومنظمات أخرى وأحزاب انخرطت المنظمة الشغيلة مجددا في تجربة موصوفة بالتوافقية بالإمضاء على وثيقة قرطاج منتصف جويلية الماضي، وقدمت نهج عمل حكومة الوحدة الوطنية التي تولى رئاستها يوسف الشاهر. بعد 14 جانفي 2011 كما قلت جاء هذا الدور التعديلي، واعتقد أنه هناك مسألة ربما تكون خلال الفترة القادمة محل بحث ودراسة هو الدور النقابات في المراحل الانتقالية. الاتحاد العام تونسي للشغل أعتقد في هذه في 6 سنوات بعد الثورة في هذا الدور الانتقالي أعتقد أنه تمكن من دور اللعب وقيام بدور مهم جدا. 6 سنوات بعد الثورة واجه الاتحاد امتحانا تاريخيا دقيقا لإثبات قدرته على الجمع بين المطلبية الاجتماعية المشروعة والمساهمة في الانتقال الديمقراطي. قد تختلف زوايا النظر والمرجعيات في تقييم كل هذا، لكنها تذهب جميعا إلى أنه لعب أدوارا مصيرية في تاريخ تونس، ولربما كان في بعض المرات أكبر من السلطة، ولربما لم يتقن حساب المساحة التي تسعه في الديمقراطية الناشئة. إذا أهلا وسهلا، مرحبا بكم عودة مجددة إلى هذا البلاتو الذي يواكب فعاليات افتتاح اليوم الأول من المؤتمر 23 للاتحاد العام التونسي للشغل اللي يدور تحت قبة الملعب الرياضي بالمنزة. معنا ضيف من القواعد متاع الاتحاد العام التونسي للشغل السيد شمس الدين الغانمي، وهو عضو في النقابة الأساسية بدوار هيشر. مرحبا بك شمس الدين، مرحبا بك. إذا كنا نتبع توا في تقرير زميلة فدوى شتور ومشكورة تقول اللي دائما حتى بعد الثورة كان الدور متاع الاتحاد العام التونسي للشغل دور رائد وقوي رغم الاعتداءات ورغم بعض الأحيان الخلافات مع من أجل مصلحة دائما العامل التونسي مع الحكومات المتعاقبة، إلا أن المطلبية ما كانتش مانع
انه الاتحاد دائما يركز على دوره الوطني اللي يحاول من خلاله في نفس الوقت الدفاع عن مصالح العمال مع الحفاظ على الوحده الوطنيه وعلى مبدا الوفاق الوطني. وانت يعني نقابي قاعدي، هذا دور مهم برشا تلعب النقابه الممثله في الاتحاد العام التونسي للشغل، وانت احد منظوريها. شنو انتظاراتكم اليوم من هذا المؤتمر 23 وما يليه، خاصه انه في خلال هذا المؤتمر باش تطرح على طاوله البحث مساله مراجعه القانون الداخلي للاتحاد، وهذه مساله مهمه وجديده، يعني موضوع مهم برشا بالنسبه لكم انتم كمؤتمرين وكنقابيين، وفي نفس الوقت باش يفما مكتب تنفيذي جديد واسماء جديده لهذا المكتب التنفيذي الوطني. اولا مرحبا بكم ومرحبا بالتلفزه الوطنيه. ابدا بتوضيح بسيط وهو اني مجرد حزام نقابي ولست عضوا. بالنسبه للمؤتمر هذا يجي في ظرفيه خاصه نظرا لحساسيه الموقف، الوضع الاقتصادي في البلاد وكذلك تطلعات القطاع العمالي بصفه عامه. أتمنى التوفيق للفائزون وللمكتب التنفيذي الجديد وللهيكل الجديد للاتحاد العام التونسي للشغل. بطبيعة انتظاراتكم شمس الدين، انتم اليوم كحزام قاعدي وأنت تمثل هذا الحزام القاعدي، وهذا أهم حاجة تقريبا في أي تركيبة أو في مؤسسة منظمة هو حزامها القاعدي، لأن القواعد هي اللي تصنع قوة المنظمات والهيئات. شنو انتظاراتكم اليوم من هذا المؤتمر؟ الانتظار البديهي هو ضمان الرقي والرفاه للعامل عموما، ضمان ظروف عمل جيدة تقوم على إعطاء الحقوق لأصحابها، تقوم على النهوض بالمكانة الاجتماعية للمواطن عموما، تقوم أيضا على ضمان الحد الأدنى من السلم الاجتماعي، تقوم أيضا على الرقي بالبلد بصفة عامة وبالتطور والنمو والرخاء، وهذا ما ننتظره من قادتنا النقابيين على للعمل من أجله طيلة الفترة القادمة. شكرا لك شمس الدين على هذا التدخل. إذن كنا نسمع في أحد ممثلي الحزام القاعدي للاتحاد العام التونسي للشغل خالد، ونحن نستقبل الضيف تلو الآخر. ظهر لي صورة دائما تمشي يعني نحو تدعيم وتعزيز هذا الحضور الوطني الهام جدا للاتحاد العام التونسي للشغل اللي لعبوا عبر المراحل التاريخية. منذ قليل قلت لي فما نقطة نحب نرجعوا لها وهي مهمة برشا، ربطا مع كلام السيد فيليب جينينغز ممثل الاتحاد الدولي للنقابات الخاصة. النقطة تتعلق بأنه دائما الاتحاد يعود ليظهر في المشهد الأول، وهذا مهم جدا، يعني هو ليس فقط شريك وإنما فاعل أول في الساحة الوطنية رغم كل الخلافات مهما اشتدت حدتها منذ الخميس الأسود 78 وحتى الأيام الحالية. فما خلافات مع الحكومات، فما خلافات مع الأحزاب السياسية، لكن ديما الوحدة الوطنية والدور الرائد الوطني اللي هو في الصف الأول لم يفتأ الاتحاد يلعبه من فترة إلى أخرى. هو فعلا المؤتمر تاع الاتحاد اليوم هو مش مؤتمر الاتحاد العام التونسي للشغل، أي يعني مؤتمر إنشأنا خاص بمنظمة نقابية أو بهيكل ما، هو مؤتمر وطني باعتبار أن الاتحاد العام التونسي للشغل هي منظمة ليست قطاعية فقط، بل هي منظمة وطنية مثل اتحاد الصناعات والتجارة، اتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالضبط تماما. ما ثم حتى فرق باعتبار أن الزوز منظمات هذوما كان دورهم ريادي منذ فترة الاستعمار، وأنا قبل قلتها ونعاود ديما نقولها، المرتين اللي رينا فيه الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الأعراف يتوحدوا ويتضامنوا يحطوا ليد في ليد من أجل إخراج تونس من عنق الزجاج اللي هي فيه كان مرتين فقط. المرة الأولى في بداية من ديسمبر 1951 وطيلة سنوات 52 و 53 و 54 ضد الاستعمار الفرنسي، والمرة الثانية ريناها في وقت الأزمة اللي عاشتها تونس في 2013، بداية من صيف 2013 وبعد
تتشكل من خلال ما يسمى بالحوار الوطني، ولأن نعتقد أن هذه التوحد اللي صار بيناتهم في التنسيق في المواقف من أجل إخراج تونس من العنق الزجاج اللي كان فيه هو اعتبار إنقاذ تونس حقيقة. وفي إطار الحديث عن هذا التوحد بين المنظمتين التونسيتين الأكثر عراقة في تونس اللي احتفلت واحدة منهم وهي اتحاد العام التونسي للشغل ب70 سنة سنة الفارتة، الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية سنة يحتفل ب70 تأسيسه. مرحبا بك، نرحب بالسيد خليل الغرياني عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية، وأنتم الشريك الأهم في الحوار الاجتماعي اليوم بما أنكم تمثلوا أصحاب المؤسسة اللي يدافع الاتحاد العام التونسي للشغل عن حق منظوريه فيها كما تدافعون أنتم عن حق منظوريكم يعني تابعينكم اللي هم أصحاب المؤسسة. شراكتكم اليوم جابت لنا جائزة نوبل للسلام اللي نعتز بها كلنا كتوانسة وعززت نتاج ومخرج الحوار الاجتماعي اللي زال متواصل إلى اليوم. إذن سخليل، إلى أي مدى ما زالت ستتعزز هذه الشراكة وهذا التواصل بين المنظمتين العريقتين؟ هذا مستقبلهم الاثنين، وهذا قدر الاتحادين، ما فيش كلام. هما منظمات كما قلنا تولدوا تقريب مع بعضهم، واليوم رغم أنه ما زالت منظمات شابة ولكن عمرهم 70 سنة كمان، وحاجة خارقة العادة، وهذه حاجة نثمنوها. كانت عندهم مواعيد مع التاريخ، وآخر موعد شفناه هو سنة 2013، والحمد لله لعبوا دور هايل في بلادنا بطبيعة الحال، وعبروا على طموحات الشعب التونسي وضمنوا نوعا ما حقوق الشعب التونسي قبل أن تكون حقوق المؤسسات أو حقوق الأجراء. المرحلة الانتقالية السياسية تقريب في خذات شوط باهي، وإن شاء الله تتواصل في هذا النجاح، ولكن مازال اليوم عندنا رهانات أخرى لا تقل أهمية، وهو الرهان الاقتصادي والرهان الاجتماعي. وهنا أنا نحبذ أنه ما نقولوش أنه المنظمات يدافعوا على منظوريهم، المنظمات الاثنين اليوم يزمهم يدافعوا على تونس والوضع الاقتصادي في تونس والوضع الاجتماعي. وانتم تعرفوا أنه بدون اقتصاد مزدهر، بدون نمو اقتصادي، من نجموش نحقوا الاستقرار الاجتماعي اللي هو مهم في بلادنا وإحنا في حاجة ليه أكثر من أي وقت كان يمكن. ثم أنه ما ثماش اقتصاد وازدهار اقتصاد بدون الاستقرار الاجتماعي، دونك هذا يمشي بصفة هو الاستقرار الاجتماعي سخليل هو محصلة دائما للنمو ودفع عجلة الاقتصاد، ولكن زاد يسبق زاد نجموش نبنيه اقتصاد إذا كان ما عندناش نسبة لا بأس بها من الاستقرار هذا الاجتماعي. هو اليوم يلزمنا الزوز نندرجوا المنظمات الاثنين ندرج في هذا السياق، سياق الاقتصاد التونسي، قبل حتى ما نقولوا الدفاع على الحقوق أو الدفاع على الطلبات. ما نقولش مضايق، مش مسيبة مضايقة، لأنهم كل واحد عنده شرعية الطلبات متاعه، ولكن مثالش لو كان ما نقول زادة نتخلاه، ولكن إذا ما نعملوا أولويات وفي في في الرهانات متاعنا وفي العمل متاعنا كمنظمات. اليوم تونس في حاجة إلى تحسين أوضاعها الاقتصادية، في حاجة أنه نحقوا استقرار اجتماعي. بدون هذا من الاثنين مش نرجعوا إلى يمكن موعد آخر لا يقدر، موعد آخر لتركيز استقرار سياسي من جديد. ولوين وصلت اليوم سخليل الحوار الاجتماعي بين المنظمتين في مستوى مثلا القطاع الخاص أو حتى الوظيفة العمومية؟ لأنه نعرف أنه المفاوضات دائما مستمرة من أجل تحسين أساسا يعني الاستقرار الاجتماعي كما كنت تقول أطر العمل سواء بالنسبة لصاحب المؤسسة أو للعامل. الحوار الاجتماعي بدأ مع تخذى لون جديد وخذى دور جديد من 2000 تقريب 11، وتحصلنا على عقد اجتماعي ومضينا مع بعضنا عقد اجتماعي. عقد اجتماعي له محاور مهمة وتقريب شاملة، اليوم يلزم تفعيل هذه المحاور، وعلى وضع على الوضع اللي في معناتها وضعنا اللي الميداني في البلاد وعلى الميدان وتفعيله مع الميدان. اليوم تقريب ماشيين في نفس التمشي نفس السياق، يقعد انه وكما نقول هو انه يلزم نلقاو اليات، يلزم النقص اكثر ما يمكن من التفاوض. معناتها كان عندنا نفس الهدف، اذا كان وضعنا الاليات مثلا المقدرة الشرائية وعلاقتها بالمفاوضات الاجتماعية وبالزيادات في الأجور، لازم نشوفوا مفهوم ما معنى زيادة سنوية للأجور وما سوف تعالج
هذه الزيادة من تهري من المقدرة الشرائية اللي هي ثابتة ما فيش كلام، ولكن الملف الكبير هو المقدرة الشرائية وعناصر المقدرة الشرائية اللي هما اليوم إذا كان عالجوه مش حق الاستقرار الاجتماعي المشهود اللي استناو فيه تونس الكل. شكرا لك سي خليل الغرياني، وأنت تمثل المكتب التنفيذي وحاضر في اليوم الافتتاحي للمؤتمر 23 للاتحاد العام التونسي للشغل. نرجع خالد لمواكبة هذه الفعاليات وفعاليات الافتتاح. استمعنا منذ قليل لكلمة السيدة فدوى البرغوثي زوجة المناضل الفلسطيني الكبير السيد مروان البرغوثي المعتقل في السجون الاحتلال الإسرائيلية. تحية لي الفلسطينيين أينما كانوا، وتحية خاصة للمناضلين الفلسطينيين. ونحن كلنا نعرف أنه الاتحاد العام التونسي لشغل من أهم داعمي القضية الفلسطينية عبر المراحل التاريخ، يعني حتى في فترة المقاومة الوطنية كان الاتحاد دائما يشدد على دعمه للقضية الفلسطينية ولقياداتها. فما اليوم أيضا تمثيلية للسيد أحمد سعد أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اللي هو أيضا يقبع في السجن وعنده حكم بالسجن منذ سنة 2008 لمدة 30 سنة سجن. إذن دعم زاد الاتحاد العام التونسي للشغل القضايا الإنسانية العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية هو ملف مهم. حضور الاتحاد العام التونسي للشغل في الساحة الدولية، ومنذ قليل السيد فيليب جينينغز أكد على قيمة الاتحاد العام التونسي للشغل خارج حدود أرض تونس وقداش هو محبوب ومدعوم خارج أرض تونس. أيضا دور الاتحاد العام التونسي للشغل في الساحة الدولية كيفاش اليوم نجم نغزروا له ونقيموه؟ والله هو دور الاتحاد العام التونسي للشغل أولا بالنسبة للقضية الفلسطينية هذا أمر معروف ثابت، لأن الاتحاد العام التونسي للشغل كمنظمة نقابية وطنية ولد من رحم وداخل هذا الرحم الوطني النضالي ضد الوجود الاستعماري. فمن البديهي ومن الطبيعي جدا أن الاتحاد العام التونسي للشغل يكون دائما القوة التي تساند أي شعب في نضاله المشروع من أجل الاستقلال ضد الوجود الاستعماري. فطبيعي جدا أن الاتحاد دائما نقوه في مقدمة القوى التي تساند القضية الفلسطينية اللي هي قضية أصبحت لدى الشعب التونسي قضية وجدانية قبل كل شيء، لأن تعاطف التونسي التلقائي مع القضية الفلسطينية بدأ منذ سنة 1948 ووقف بكل قوة هذا الشعب إلى جانب القضية الفلسطينية. فإشعال الاتحاد العام التونسي للشغل وعلى المستوى العالمي من الأحسن أن نستغل هذا الإشعاع كما إشعاع قوى أخرى تونسية من أجل أن تصبح قوة ضغط إيجابية من أجل إعانة تونس كي تخرج من الأزمة التي تعيشها. كيفاش نجمو نحسن أو نحسن استغلال هذه القوة؟ ويقولوا لي السادة الزملاء أنه فما مش نرجعوا للقبة، فما كلمة. إذن نرجعوا مشاهدي الكرام إلى سقف القبة حيث تدور فعاليات الافتتاح، ثم نعود في وقت لاحق. Je vous remercie pour votre prépondérant et exemplaire, pour votre engagement et pour votre solidarité. Ces dernières années, dans votre pays, votre organisation a été non seulement déterminante dans le succès de la révolution de 2010, mais a également joué un rôle capital dans la mise en place d'un dialogue national qui a conduit à l'adoption d'une nouvelle constitution et à la mise en place d'un système politique et institutionnel démocratique. Ce rôle de premier plan joué par votre organisation a d'ailleurs été, à juste titre, salué par tout le monde et récompensé par le prix Nobel de paix en 2015, afin qu'il soit un exemple à suivre pour les autres pays qui, à travers le monde, et notamment dans votre région, n'ont pas encore trouvé la voie vers la paix, l'entente nationale et la démocratie. Pour tous nos camarades de syndicats qui subissent toujours la répression de leur gouvernement, votre exemple, c'est une grande source d'inspiration et d'espoir. Il les aide à croire que leur combat contre l'injustice n'est pas vain, qu'ils peuvent faire changer les choses comme vous l'avez fait. Mais la lutte
la bataille pour obtenir la justice, l'égalité, le travail décent et un salaire décent n'est pas encore gagnée. Comme vous le savez, le mouvement syndical international fait face aujourd'hui à de grands défis découlant des effets néfastes du capitalisme sauvage et spéculatif, avec un chômage croissant, une précarité dans l'emploi, le déni des acquis sociaux et la marginalisation des groupes entiers de la population, sans oublier la grave menace contre les droits fondamentaux des travailleurs et la discrimination de toute nature et à une grande échelle, surtout dans votre région, contre les femmes et contre les travailleurs migrants. Notre devoir à tous est de combattre ces flots, auxquels j'ajoute la persistance de la colonisation comme en Palestine, à laquelle il faudra mettre un terme le plus tôt possible, et des régimes de dictature, notamment dans cette région, qui favorisent le terrorisme, l'extrémisme et l'intolérance. Comme vous le savez, une organisation internationale telle que la nôtre, la CSI, ne peut faire efficacement face à tous ces défis qu'en s'appuyant sur la capacité des organisations nationales et représentées sur le terrain autant les hommes que les femmes et les jeunes. Renforcer le pouvoir des travailleurs est la seule réponse à apporter à la hausse des attaques contre nos droits au travail, et c'est pour cela que nous vous encourageons à inclure l'organisation des travailleurs de toute Tunisie à vos principales prioritaires pour les années à venir. Les travailleurs de Tunisie, hommes et femmes, jeunes, travailleurs de l'économie formelle et de l'économie informelle, les agents du secteur public et personnel du secteur privé, toutes méritent votre soutien, le soutien d'une UGTT forte et puissante. Tout au long de votre histoire, vous avez montré que vous pouviez faire la différence et vous ferez la différence à l'avenir. Pour poursuivre le combat, la défense de la liberté, de la dignité et de la justice sociale dans votre pays, dans les pays arabes, en Afrique et partout dans le monde. Vive le UGTT, vive le syndicalisme libre et indépendant. ما زالت للضيوف كلمات. أما رجاء أرجوكم جميعا نشدوا بلايصنا ونسمع بعضنا. عن منظمة العمل الدولية السيد موسى عثماني. عودة مرة أخرى إلى هذا البلاتو اللي يواكب فعاليات افتتاح المؤتمر 23 للاتحاد العام التونسي للشغل. مرحبا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام، ومعنا ضيف آخر نقابي تقلد مهام في الاتحاد العام التونسي للشغل وكان أيضا وزيرا في حكومة سابقة، سيد خليل الزابية وزير الشؤون الاجتماعية سابق. أهلا وسهلا، مرحبا بك. أنت اليوم ضيف المؤتمر باعتبار شفتك النقابية، ما زلت متواصلة ولا وقفت عند السابق فقط؟ إذن حضورك اليوم في هذا المؤتمر 23، خاصة وأنه يكتسي صبغة مميزة، وكل من حضر في بلاتونا أو تحدثنا معه يقول أنه عنده صفة استثنائية لأنه فارق بين مرحلتين تاريخيتين. كيفاش تقيموا سي خليل هذه الدورة الجديدة وهذه الدورة 23 للمؤتمر الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل؟ هو المؤتمر الحالي عنده صبغة وطنية، يعني حدث وطني مهم
ودائما مؤتمر اتحاد الشغل هو يمثل معناها مرحلة مهمة وطنية على المستوى الوطني. لكن الافتتاح اليوم والزخم اللي شفناه في الافتتاح والحضور النقابيين وحضور الضيوف وحضور المجتمع المدني كانت عنده صبغة استثنائية اللي معناها يعتبر تتويج للقيادة المتخلية في الفترة الأخيرة اللي لعبت دور أساسي على المستوى الوطني سواء في دعم التوافق الوطني السياسي وفي إنجاز المرحلة الأخيرة كذلك معناها في دعم السلم الاجتماعي والتوافق الاجتماعي نجم نقول وكذلك معناها أنه نساوش اللي تونس نالت جائزة نوبل بفضل الدور الكبير اللي لعبه الاتحاد. نعم، إذا سخلي لهذا الدور اللي مازال باش يتعزز، احنا شفنا انه دورها منذ الحركة الوطنية ومنذ المقاومة الوطنية، وفي كل مرة يثبت الاتحاد انه قد المسؤولية وقد المنتظر منه في تعزيز اللحمة الوطنية عفوا والوحدة التونسية. إذا المحطات القادمة خاصة انه اليوم في هذا المؤتمر ستعرض لأول مرة فكرة تنقيح ومراجعة النظام الداخلي للاتحاد العام التونسي للشغل، نقاط أخرى باش يجي مكتب تنفيذي وطني جديد. شنو هي الانتظارات العامة اليوم من الساحة السياسية وأنت تمثل أحد أهم الأحزاب اليوم الموجودة في تونس، شنو الانتظارات في هذا التغيير؟ كيفاش باش يكون مفيد للشراكة المعزة اليوم في تونس بين الاتحاد من جهة والمنظمات الوطنية من جهة أخرى والساحة السياسية التونسية بأحزابها وبحكوماتها؟ التنقيح النظام الداخلي هو كان في مرحلة مخاض منذ انطلقت منذ مؤتمر جربة 2002 يعني تحديد عدد الدورات بالنسبة للمكتب التنفيذي وفما تغيير في حوكمة الاتحاد اللي خذت مسار طويل لمرحلة شوية نظرا لظروف عيشة البلاد. معناها نستوش اللي المؤتمر الأخير 22 وقع في سنة 2011 معناها سنة محورية ومفصلية في تاريخ تونس وفي ظروف مش سهلة معناها فالتغييرات ما كانتش في الفترة هذيك ممكنة بالشكل اللي يمكن مشتاقع في المؤتمر هذايا. حكومة الاتحاد ضروري أنها تتغير وأعتقد أن النقابيين واعين بشيء هذايا ويعطيوا مثال للديمقراطية في المنظمات المجتمع المدني. أنا شخصيا تمنياتي المؤتمر أنه أول حاجة تكون ثم نقلة نوعية بتواجد العنصر النسائي في القيادة، أعتبر أنه هذا التحدي تحدي للمؤتمرين أنهم يطلعوا امرأة مرة اثنين ثلاثة، لكن ضروري أنه يكون التواجد النسائي معناها عنده قيمة. أنا عديت فترة 10 سنوات عضو في الهيئة الإدارية كانت عندنا مرأة واحدة فماذا بينا في الهيئة الإدارية مش في المكتب التنفيذي. اليوم من ناحية صورة الاتحاد، صورة الاتحاد، الاتحاد اللي يدافع على كل ما هو تقدم اجتماعي على كل ما هو معناها نظرة حدثية للمجتمع، ضروري أنه اليوم يطلع معناها المؤتمر يمكن انه العنصر النسائي يكون في القياده. ثاني حاجه هذه على مستوى الداخل، يوم الاتحاد منظمه ديمقراطيه واعتقد انه المؤتمر باش يكون ديمقراطي معناها. ثاني حاجه ضروري انه يدعم الاتحاد في المرحله القادمه التوافق السياسي في البلاد وانه البلاد تحاول تتقدم في من اجل معناها تحقيق الاهداف، الاهداف سواء كانت في ارساء الدولة الديمقراطية الاجتماعية ومؤسسات الدولة الديمقراطية اللي للأسف مازالت ما خلطناهاش، عديد المؤسسات مازالت ما تكونتش، كذلك دعم التوافق الاجتماعي من أجل التقدم الاقتصادي، لأنه بدون توافق اجتماعي بدون سلم اجتماعي كما يقولوا المحللين الاقتصاديين لا يمكن أنه نبني اقتصاد، لا يمكن أن نجيب الاستثمار، لا يمكن أنه معناها المستثمرين الأجانب يستقروا في تونس، وضروري أنه اليوم الحوار الاجتماعي والعقد الاجتماعي اللي تم إمضاءه في جانفي 2012 اليوم معناها يطبق ونراو المجلس الوطني للحوار الاجتماعي. واعتقد أن الاتحاد من المهام اللي موكل على نفسه أنه يتجد المؤسسة هذه اللي هي مؤسسة محورية
في بناء الدولة الديمقراطية والاجتماعية. إذا شكرا لك السيد خليل الزاوية وزير الشؤون الاجتماعية الأسبق، كما كنت تتحدث على وظهر لي كلمات مفاتيح هي خالد، السلم الاجتماعية والنمو الاقتصادي هي كلمات مفاتيح تعكس أهمية دور الاتحاد العام التونسي للشغل عبر تاريخ تونس في تعزيز وبناء ومسار بناء الدولة التونسية سواء قبل ثورة أو ما بعدها. نحب نذكر السادة المشاهدين بالمناسبة هذه اللي خلال الأيام القادمة انطلاقا من ما بعد ظهر اليوم وخلال غدوة وبعد غدوة وإلى حدود 25 من هذا الشهر باش تتواصل فعاليات المؤتمر 23 الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل. 550 مؤتمر باش ينتخبوا بالاقتراع السري 13 عضو مكتب تنفيذي وطني جدد باش يختار منهم الأمين العام الجديد في مكان السيد حسين العباسي اللي باش يغادر وفق النظام الداخلي للقانون وفق عفوا النظام الداخلي للاتحاد العام التونسي للشغل. فما زوز أسماء مترشحة على قائمات نحب نذكر السادة المشاهدين خالد، واللي هما السيد نور الدين الطبوبي عنده قائمة متاعه، وسيد قاسم ذكرني عفية إذا قاسم عفية، وفما الناس أخرين مترشحين أيضا للأمن العامة بشكل مستقل باش يتم خلال هذه الأيام إذا انتخاب هذا المكتب التنفيذي الوطني الجديد ونشوفوا تشكيلة جديدة في مستوى السلطة التنفيذية للاتحاد العام التونسي للشغل. نذكر وزادة اللي المؤتمر الوطني هو أعلى سلطة في هياكل الاتحاد العام التونسي للشغل، الناس اللي ما تعرفش يليها في نفوذا المجلس الوطني ثم الهيئة الإدارية الوطنية ثم يجي بعد الأمين العام والمكتب التنفيذي والهياكل القطاعية والجهوية إضافة إلى لجان وطنية ولجان استشارية. بالنسبة لحضور المرأة اللي هو تذكر خالد أنه في المؤتمر هذا باش تسعى كل الأطراف النقابية في الاتحاد العام التونسي للشغل لتعزيز حضور المرأة، إن شاء الله نشوفوا تمثيلية هامة للمرأة وللشباب أيضا، خاصة أنه الاتحاد عنده زوز لجان استشارية قارة صلب الاتحاد العام التونسي للشغل واللي هي لجنة المرأة العاملة ولجنة الشاب العامل. ماذا بينا احنا اليوم كتوانسة في منظمة عريقة معناتها سيرت تاريخ تونس ان نشوف حضور الشباب والمرأة يتعزز انطلاقا من هذا المؤتمر 23. والله هو كما قال سي خليل اللي رحبوا به فيما يخص المرأة هو التحدي الأكبر، نعتقد انه اذا كان سيكون استثنائي بش يكون استثنائي في حاجتين، في انه يقع إقحام مش إقحام يعني تصبح مسألة يعني مفروغ منها وجود المرأة داخل القيادة العليا للاتحاد العام التونسي للشغل وخاصة في المكتب التنفيذي، لأنه من غير المعقول إلى حد الآن أنه لا المرأة موجودة ولا الشباب موجود ضمن القائمة وضمن المكتب التنفيذي السابق معناها الاتحاد قبل. ونعتقد أنه الاستثنائية وربما هذا الواعي به النقابين الكل والقيادة السابقة وربما القيادة بشتاتي بعد على أساس أن يكون هناك تمثيل حقيقي للمرأة وللشباب داخل الهياكل العليا للاتحاد. لكن حاجة أساسية الخاطر علاش نقول هكا، المرأة راهي ماشي في داخل هياكل الاتحاد وكامرأة قاعدية وامرأة مناضلة نقابية هي موجودة، لكن المشكلة أن هي الحاضر الغائب أو الغائب الحاضر في الهياكل العليا، وهذا أمر نعتقد أنه غير مقبول ويشعروا به كل النقابيين وفي يقع التلاوي حتى التوانسة الكل بشكل عام يشعروا به، وبالأخص أنه المرأة عندها تاريخها زاد فيما يخص الاتحاد العام التونسي للشغل منذ بداية الاتحاد هناك وجود المرأة قوي، ونعرف من جملة المناضلات المعروفات شريفة المسعدي هناك دخلت السجن والمحتشد في فترة الاستعمارية، يعني هناك وجود حقيقي للمرأة ضمن تاريخ الاتحاد العام التونسي وهذا الوجود يجب أن يتعزز في مستوى القيادة يقع ترجمته على أرض الواقع من خلال أن يصبح وجود المرأة أمر لا رجعة فيه وحق مش مكتسب بل حق ما كانش موجود ويلزم يولي موجود. نذكر لكلنا الدور اللي قامت به المرأة حتى في المظاهرات نتاع ايامات الثورة التونسية الأولى أواخر ديسمبر أوائل جانفي، كانت هي تقريبا التقود في المظاهرات اللي خرجت في الشارع التونسي في كافة المدن والولايات منادة بالعدالة الاجتماعية وبالكرامة وبحق التونسي في نظام سياسي عادل وفي الشغل وفي كافة الشعارات اللي ترفعت أيامات الثورة. هو سامي يظهر توا أصبح عصر المرأة إن شئنا نحن كما قال ضيفك الأجنبي أكد على دور المرأة. نعرف البارح أنه المظاهرات اللي خرجت ضد الرئيس الأمريكي الجديد المليونية سموها مليونية هي تقريبا نسائية. هناك أكثر من 500 ألف امرأة أمريكية خرجت البارح كي تندد
ليس بهل أنه الانتخاب مشروع ولا مش مشروع بسياسة ترامب وخياراته، بل هي حبت تبين أن هناك صوت آخر لأمريكا يجب أن يسمع لديه ولدى مستشاريه، وهو الصوت الذي غيبه في خطاب تكليف أو في خطاب انتخاب تعيينها بصفة رسمية رئيس، حيث لاحظنا أنه خاطب النصف الأمريكي الذي صوت له، بينما توعد بطريقة أو بأخرى النصف الآخر الذي لم ينتخب له. فكانت المظاهرة البارحة كانت مظاهرة نسائية كبرى، وأعتقد أنه كما لاحظنا المرأة خذت المشعل في تونس في 2013 في المظاهرات اللي حثت واللي منتج عليها فيما بعد الحوار الوطني، نعتقد أنه لأن عصر المرأة إن شاء الله يتعزز إذن دور المرأة التونسية أو أي مرأة في أي مكان من العالم، لأن المرأة بالحق هي نصف المجتمع وتلد المجتمع الثاني كما يقال. إذن باش نختموا هذا البلاتو باش نخليه